واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد، حيث أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين وأيضا الزائرين الأجانب سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ. بالنسبة للإجراءات اللوجستية في المنفذ على قدم وساع على مدى 24 ساعة، أيضا يعني عملية دخول الزائرين تسير بانسيابية عالية. لحد هذه اللحظة ليس هنالك يعني أي زخم على البوابات الداخلية، على العكس تماما. الجهد الهندسي وأيضا الجهد اللوجستي في المنفذ يختلف تماما عن الأعوام السابقة من ناحية المسقفات وأيضا تعبيد الطرق داخل المنفذ ومضاعفة عدد الحاسبات التي تقوم يعني استقبال يعني الزائرين عبر ختم الجواز فقط. كما يعلم الجميع أن الفيزا بين البلدين مرفوعة. أيضا يعني على مستوى الواقع الأمني في المنفذ، جميع القوات الأمنية موجودة من الحشد الشعبي وأيضا أفواج الطوارئ وأيضا هيئة الحشد الشعبي كما ذكرت لكم والشرطة الاتحادية. فيما يخص يعني الجانب الصحي، دائرة صحة واسط قامت بنصب أكثر من 80 سيارة إسعاف، فضلا عن 200 مفرزة طبية ثابتة تقوم بتقديم الخدمات الصحية للزائرين على مدى 24 ساعة. أيضا يعني بالنسبة لعملية دخول الزائرين تسير بانسيابية عالية كما ذكرت لكم. أيضا المواكب الحسينية منتشرة على طول يعني طريق الزائرين في المحافظة، فضلا عن أن هناك مواكب حسينية داخل المنفذ الحدودي أيضا تقدم الخدمات للزائرين من الطعام والشراب أيضا على مدى 24 ساعة. أيضا هناك مواكب حسينية جاءت من غير محافظات إلى محافظة واسط تقوم بتقديم الخدمات للزائرين على مدى 24 ساعة. فيما يخص يعني العتبتين العباسية والحسينية، قامت العتبة الحسينية المقدسة بنصب يعني موكب حسيني هنا داخل منفذ رباط الحدودي، ويقوم بتقديم أكثر من 30,000 وجبة يوميا على مدى يعني على مدى 24 ساعة. أيضا العتبة العباسية المقدسة قامت بنصب موكب حسيني آخر هنا داخل المنفذ، أيضا يقوم هذا الموكب الحسيني بتقديم ما يقارب 10,000 وجبة على مدى 24 ساعة، وجبة يعني طعام للزائرين يعني أكثر من يعني وجبة الغداء وأيضا العشاء وأيضا حتى ما بعد الساعة 12 ليلا يقوم هذا يعني هذا الموكب بتقديم الوجبات للزائرين. فيما يخص يعني باقي الأمور، عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، هنالك باصات من هيئة النقل العام وأيضا الشاحنات وأيضا أصحاب المواكب الحسينية والأهالي وأيضا بعض السيارات الخاصة، جميع هذه العجلات تقوم بنقل الزائرين على مدى 24 ساعة من المنفذ الحدودي باتجاه محافظة بغداد. يعني كما يعلم جميع أن بعض الزائرين الإيرانيين يقومون بزيارة يعني العتبتين الكاظميتين ومن ثم زيارة سامراء المقدسة، وبعد ذلك يتجهون إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين. أعداد الزائرين في تزايد يعني يوم بعد الآخر، يعني خلال الفترة الماضية يعني خلال الأسبوع الماضي تم دخول أكثر من 100,000 زائر. لحد هذه اللحظة منفذ رباط الحدود سجل اليوم دخول أكثر من 400,000 زائر إيراني، وهذا عدد كبير جدا. استطاع المنفذ أن يقوم بدخول هؤلاء الزائرين وتسهيل عملية دخولهم دون حصول أي خرق ولا أي زحام داخل المنفذ الحدودي. أيضا يعني خلال الأيام القادمة تتوقع إدارة هيئة المنفذ الحدودي وأيضا منفذ رباط الحدودي دخول أكثر من 3 ملايين زائر إيراني ونصف، وهذا عدد كبير جدا. أيضا ستقوم محافظة واسط وأيضا هيئة المنفذ الحدودية باستيعاب هذا العدد الكبير. أيضا المواكب الحسينية ضاعفت جهودها داخل منفذ رباط الحدودي لتقديم يعني وجبات الطعام للزائرين. أيضا يعني على الصعيد الآخر، الحكومة المحلية شكلت غرفة عمليات مشتركة اشتركت فيها ممثلية الشعائر والمواكب الحسينية وأيضا اشتركت فيها باقي الدوائر الساندة كدوائر الماء وأيضا الكهرباء. أيضا تقوم بتوفير وإيصال الماء إلى المواكب الحسينية وأيضا الكهرباء، أيضا إيصال الكهرباء إلى هذه المواكب الحسينية. جميع هؤلاء يعني اشتركوا من أجل إنجاح هذه الزيارة المليونية. ملايين الزائرين الإيرانيين وأيضا الزائرين الأجانب يمرون عبر منفذ رباط الحدود باتجاه كربلاء لأداء زيارة أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. فيما يخص الحركة التجارية في منفذ رباطية مستمرة، وأيضا الزيارة لم تؤثر على إيقاف يعني التبادل التجاري من استيراد وتصدير بين البلدين. الاستيراد والتصدير مستمر. أيضا يعني عملية دخول بعض المواكب الحسينية الإيرانية دخلت متجهة إلى كربلاء تقدم الخدمة هنالك إلى يعني إلى كل شعوب العالم داخل كربلاء المقدسة. أكثر من 400 موكب حسيني من أهالي محافظة واسط اتجهوا إلى محافظة كربلاء المقدسة يقومون بتقديم الخدمة هناك داخل هذه المحافظة المقدسة. على الصعيد الآخر، من جنوب المحافظة باتجاه محافظة ذي قار وأيضا من شرق المحافظة باتجاه محافظة ميسان،
هنالك أكثر من 2500 موكب حسيني منتشرة على طول طريق الزائرين في المحافظة، تقدم الخدمات للزائرين من الطعام والشراب وأماكن الاستراحة أيضا على مدى 24 ساعة وعلى قدم وساق. وجميع هذا يعني هذا يشكل لوحة من التكاتف الإنساني والتكاتف الاجتماعي من أبناء الشعب العراقي، يتسابقون من أجل تقديم الخدمة لكل الزائرين، سواء الزائرين العراقيين وأيضا الزائرين الإيرانيين فضلا عن الزائرين الأجانب. طبعا هنالك قامت بلدية إيلام، محافظة إيلام الإيرانية، بإرسال عمال للتنظيف يعني داخل منفذ رباط الحدودي، بالإضافة إلى العمال النظافة من بلدية قضاء بدرة، كل هذه من أجل يعني رفع هذه النفايات داخل المنفذ وأيضا باقي الأمور الأخرى. كما نشاهد يعني هنالك مثقفات يعني قامت هيئة المنافذ الحدودية وأيضا هيئة الحشد الشعبي نصب سقائف داخل المنفذ، هذه السقائف من شأنها أن تخفض درجة الحرارة داخل المنفذ من أجل يعني تسهيل عملية دخول الزائرين. الزائرين يعني هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام في العراق، فهذه السقائف تخفض الحرارة إلى ما يعادل 28 درجة تحت السقيفة، بالإضافة إلى رذاذ من الماء البارد. أيضا هنالك يعني ارتفاع بعدد كبير بدورات المياه داخل المنفذ الحدودي وأيضا أماكن للصلاة وأماكن للاستراحة، هنالك نقلة نوعية في داخل منفذ رباط الحدودي عن الأعوام السابقة. ونحن وإياكم مستمرون بهذه التغطية المباشرة وبانتظار الزملاء لينضموا إلينا شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، وهذه اللقطات المباشرة من أمام منفذ رباط الحدودي أترككم الآن، وأيضا لمشاهدة يعني أعداد الزائرين الإيرانيين الذين يستمرون بالتوافد عبر رباط الحدودي. نعم زملاء، لازلنا متواصلين ياكم وتغطيتنا المباشرة كان قبل قليل زميلنا محمد في منفذ زرباطية. شكرا لما قدمته من معلومات من المنفذ من خلال توافد الزائرين، وأنتقل الآن إلى النجف الأشرف على طريق يا حسين. أيضا شبكة المراسلين المتواجدة على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، طرق يا حسين من زرباطية، من النجف الأشرف، من البصرة، من العمارة، من بغداد، وهذه هي المنافذ الموجودة على هذا الطريق. وإحنا نقدم لكم هذه الصورة الحية على طريق يا حسين، ومتواصلين وياكم مثل ما تشاهدون الآن الزائرين يتوافدون إلى النجف الأشرف، ونحن على مقربة من الحدود الخارجية للنجف الأشرف، وهكذا هم السائرون على طريق كربلاء المقدسة، طريق يا حسين، متجهين إلى كربلاء المقدسة كعبة الأحرار. وهناك أيضا مشاكل أخرى مثل ما تشاهدون الآن الزائرون يسلكون هذا الشارع، حيث قسم الشارع نصفين، لأن في الطرف الآخر قبل ما يعني قلنا قبل أيام الصورة المرزية الحقيقة للشارع الخدمي اللي هو خاص بالزائرين، هذه شارع كلها حفريات، اضطرت المواكب بأن تكون هذا الشارع هو منتصف الشارع الرئيسي بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. وحقيقة هناك إرباك لأصحاب المواكب، إرباك لحركة السير، لحركة الزائرين، ولكن نقول قدر المستطاع نقدم قدر المستطاع الخدمة لهؤلاء الزائرين الموجودين على هذا الطريق. نعطيكم الإحصائية المجملة من مطار نجف الأشرف الدولي، والذي يعد المنفذ الحدودي، يعني هناك في زرباطية قدم لنا زميلنا محمد من المنفذ البري، أنا أقدم لكم صورة أيضا من المنفذ الشمالي الصحيح نقول الجوي، والصورة اللي شاهدوها أيضا قيادة القوات الأمنية وبإمكانها أن تأمن لنا الطرقات على هذا الطريق الموجودين. السلام عليكم أستاذ عزيز. بالنسبة لسيادة العميد يقول ممنوع علينا اللقاء، يردنا تصريح من عنده حول الخطة الأمنية، ولكن احنا حسب ما وصلتنا الخطة الأمنية هي أكثر من 30,000 عنصر أمني بين داخلية، دفاع، استخبارات، وإضافة إلى الحشد الشعبي تمكنوا من مسك الأرض في هذه المدينة المقدسة، في مفترقات الطرق، في المداخل، المخارج، وأيضا مطار نجف الأشرف الدولي استقبل خلال هذه الأيام أكثر من 35,000 زائر، يعني قرابة 300 طائرة استقبلها مطار النجف الأشرف الدولي، و 35,000 زائر من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وكذلك هناك حضور فاعل لهؤلاء الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف، ويؤمون مرقس سيدي ولي الأمير، ومن بعده يتجهون إلى كربلاء المقدسة. السلام عليكم. ما حي أحد خدمة الإمام الحسين، أصحاب المواكب الموجودين على شارع يا حسين. سلام عليكم وعظم لكم الأجر. ورحمة الله، عظم الله أجوركم إن شاء الله، وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم ولنا ولجميع شيعة أمير المؤمنين الأجر بشهادة بذكرى أربعينية المولى أبي عبد الله الحسين. صراحة المواكب هنا يعني
تبدي من يوم السابع تقريبا، بعد اليوم السابع قبل اليوم السابع من شهر صفر، وتقدم خدماتها للأخوة الزوار المولى أبي عبد الله الحسين صباحا مساء. زين، وطبعا هذا يعني لا شيء، يعني هذا كل هذا لا شيء في ما قدمه فضالة ما قدمه المولى سلام الله عليه أبي عبد الله الحسين. نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا القليل بكرمه، ونسأل الله تعالى أن يمن على الزوار بالصحة والعافية والسلامة. أجوركم مضاعفة هذا العام، يعني كما شاهدت مواكبكم كانت في الخلف، الآن اضطريتوا أن تكون على الشارع بحسب بعض الأمور والحفريات. طبعا أكو أعمال تطوير المحافظة، تسوي أعمال تطوير على هذا الشارع الرئيسي اللي يربط النجف بكربلاء، بالتالي يعني اضطرت المواكب إلى أن شوية تزحف أماكنها حتى تتلائم ويا الشارع وطبيعة حتى أيضا الزائر مي يلاقي بعض التعب، لأن هناك حفار مطبات. أكيد مطبات خطورة، يعني مخاطر طريق، فبالتالي يعني من جانب الأمان حتى نحقق عامل. أيضا هو ساحة الشارع الآن يعني مع الأسف أيضا خطورة، يعني صار قسم للشارع نصفين شارع التبليغ. بالضبط، بس إلى ضرورة أحكام تدري، يعني تطوير هذا الشارع هو أولوية، وهذا هو شارع مفيد بالتالي بنتيجة الزوار. نسأل الباري عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالخير إن شاء الله، ويتقبل منكم أعمالكم إن شاء الله في خدمة المولى أبي عبد الله الحسين. جزاكم الله خير. التوفيق حجينا، موفقين إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم ويديمكم. تنقلون الواقع الحي من محافظة كربلاء إلى العالم بأسره. مع السجاد سهروا والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء. هم الناس لنصرنا، هم الذهب والذب عن حرمنا، والحسين قدوة لنا وأسوة إلى تقوم الساعة. كل التوفيق إن شاء الله. الله يحفظكم، الله يهديكم، الله يخليكم، ممنون معكم، أشكركم. إن شاء الله موفقين 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 حاجينا، ربي يحفظكم ووفقكم إن شاء الله. كل التوفيق. مشاهدين كرام، لازلنا مستمرين وياكم في تغطيتنا وأخذنا فرقة. أمي أعينكم الزائرين السالكين إلى قبلة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وتحدثنا بأنه هيئة المواكب في النجف الأشرف فقط سجلت أكثر من 17,500 موكب خدمي على هذا الطريق، فضلا عن المواكب من الدول العربية، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المواكب من جميع المحافظات. سلام عليكم. السلام عليكم. أجوركم. أجر السلام. أين جاي؟ وجاي من الإيران. من الإيران، أهلا وسهلا. أخواننا اللي يعني نكون اثنيناتنا تحت راية الوحدة الحسينية. والله ما ادري شعاري شنو اقول لك يا ابو عبد الله، هاي اول نوفتي جيتي له وما ادري شنو. اول مرة تجي؟ اول مرة اجي. شنو مشاعرك انت والسعادة؟ والله ما ادري شو اقول لك، شنو مشاعري يعني ما اقدر اوصفها. كل سنة تشوفها على التلفاز. ودك تروح وهالسنة. وهالسنة اصلا ما انا مصدق انا جاي هنا. انا بالخدمة. اخوانك اللي موجودين هناك شو توصل لهم رساله؟ شو تقول لهم؟ انا رايح على طريق الحسين، انا جاي على طريق الحسين، وان شاء الله كلها جميع شيعه محمد وعلي تزور ابا عبد الله. كل التوفيق ان شاء الله. التوفيق. موفقين ان شاء الله. لا تنسانا بالدعاء والزياره. يا هي امين. امين. توصل بالسلامه يا حبيبي، توصل بالسلامه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من السعوديه القطيف. من القطيف يا اهلا وسهلا باهل القطيف. حياك. وياي من الجمهوريه الاسلاميه ومن السعوديه ومن كل الجهات. سولف لي، هاي اول سنه ثاني سنه؟ جيت مرتين من قبل وانا صغير. ايوه الحين هذه المره الثالثه. ما شاء الله انت كبير. ايه. مشاعرك انت وتوصل من السعوديه هنا للعراق؟ مرتاح. ايه. لا بس توصل الى الامام الحسين هذا الشيء ثاني، شيء لا يوصف. انتوا الشباب الان لما توصلون للسعوديه شو تسولف لاصدقائك؟ شو تقص لهم من حكايات الطريق؟ احكي لهم كرم العراق. اول مره اشوف كرم زي كرم العراق. توصل ان شاء الله بالسلامه يا حبيبي.
موفقين ان شاء الله. انتوا جيتوا على مطار النجف؟ لا، جينا برا على الكويت. على الكويت؟ ايه. ومن الكويت الى النجف؟ الى النجف. استقريت في النجف وزرت سيد ملاي امير المؤمنين سلام الله عليه، ومن بعد الانطلاق الى كربلاء. نعم، كل التوفيق. حياك الله. موفقين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، لازلنا وياكم وتغطيتنا المباشرة لفضائية الأيام، ونحاول من خلال هذه الرسالة اليومية لشبكة براسلي قناة الأيام الفضائية ننقلكم صور متعددة من المنافذ الحدودية، من النجف الأشرف، من العاصمة بغداد، من البصرة، من العمارة، من شتى محافظات البلاد. ننقلكم هذه المسيرة المليونية المتجهة إلى كربلاء المقدسة، وناخذ فيها مشاعر الزائرين على هذا الطريق، ما يقدم على هذا الطريق، أمنيات الزائرين. وإحنا بهذه المناسبة، هي حقيقة مناسبة مليونية والجميع يشارك فيها لأجل الوصول إلى كربلاء المقدسة. ومعي بعض الزائرين. سلام عليكم. جواك الله. الله رحمن، جواك الله عيني. الله يسلمك، الله يخليك، والله بخير الحمد لله. نريد ناخذ، نبي ناخذ وياك لقاءات. ليش ما تجي تاخذ يعني لقاء؟ لا عادي، ليش بس يعني اول مره صراحه. اول مره ما يخالف. انت رايح للحسين عليه السلام. الله يسلمك عليه السلام. نتشرف نلتقي مع زائر الامام الحسين، لا سيما اخواننا ابنائنا الشباب. نعم نعم نعم، كذلك نعم. اصحاب الهمه، اصحاب العقيده. نعم شيء اكيد. طبعا انا اخوكم من سنين واني من الموصل تحديدا. اي والله، البارحه وصلنا للنجف وهسه طالعين الكربلاء، وبعد الطريق ما شاء الله والاجواء حلوه. اي والله، والمواكب والخدام هم ما يقصرون، والنعم منهم اخوتنا بالنجف وكربلاء وغير الدول، الله يحفظهم. يعني حقيقه انت والسولف تقول انا من سهل نواب اتذكر ذيك الايام الخوالي، ايام الجهاد وايام النضال وايام الحشد وايام البطوله وايام الفتوى المباركه. والله بارك الله بيهم، وانا اقول لك يعني راحت تضحيات هواي لهم وشبابهم وشيابهم كذلك. وهذا طريق الحسين؟ اي والله هذا طريق الحسين. نعم نعم، من طريق الحسين. واكثر شيء هم يعني الجنوب استشهدوا عندنا بداخل مناطقنا. يقول ماكو فرق بين الجنوب الشمال، الوحده واللحمه العراقيه صح. واحده، هكذا اوصتنا مرجعيتنا الرشيده. صح نعم نعم، احنا لا ما ننسى جهودهم شيء اكيد. يعني اذا في يوم تجون للموصل تشوفون صور الشهداء كلها موجوده عندنا. موجوده، معلقه موجوده. شهداء الوسط والجنوب معلقه هناك، موجوده. موجوده عندنا بالعواميد، معلقه واساميهم واسامي عشيرتهم موجودة عندنا بالعواميد. أول ما تدخل الرسالة اللي توصلها لإخوانك هناك، شنو يوصلهم رسالة؟ والله رسالة وصيهم يعني خلي يجون يعني كربلاء، والأجواء حلوة، وإيش قد ما بيهم يعني يخدمون أكثر وأكثر بعد. إن شاء الله خلتناك دعاء وزيارة توصل بالسلام يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، بعد أن انقلنا لكم هذه الصور الجميلة من النجف الأشرف وقبل لقاء محمد في منفذ زرباطية، أنتقل إلى شبكة المراسلين ولدي عودة أخرى. وبركاته أحبتي المشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. مثل ما تعودنا في كل عام وفي كل سنة نخدم الإمام الحسين بالرسالة الإعلامية الصحيحة. ها قد تشاهدون زائرين الإمام الحسين وافدين من جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق متوجهين إلى المرقد الشريف، يرددوا بصوت واحد لبيك يا حسين. رجعنا لكم مرة أخرى بتغطيتنا الخاصة من كربلاء المقدسة من طريق يا حسين، والآن نلتقي بأحدى أصحاب المواكب في كربلاء. السلام عليكم حجي. عليكم السلام. أهلا الله أجركم. هو أجركم. عساكم ما تعبتوا. إن شاء الله ما كتعب. شلونها خدمة الحسين؟ خدمة الحسين طريق إلى الجنة، خدمة الحسين الجنة بذاتها. إحنا شو نسوي، شو نقدم للحسين ما نجازي. صار لكم إيش قد بلشتوا بالخدمة؟ هاي صارنا قبل 4 أيام إحنا قعدنا بالخدمة، بلشنا من يوم تقريبا 5/0. ما تعبتوا؟ ما من الحرمة؟ ما كتعب. أصلا إحنا ذيك الأيام تعبانين، هسا ما كتعب. الحمد لله ما كتعب. خدمة الحسين شلون تشوفون إنه أعداد الزائرين داخلين إلى كربلاء؟ والله أعداد مليونية ومسيرة حاشدة إلى مرقد الإمام الحسين وأخيها أبو الفضل العباس. نشوف يعني إحنا حتى الزيارة مليونية ثقيلة، وان شاء الله ترجع تزور الناس وترجع بسلامه وخدمه موجوده. شنو اللي يريده الزائر؟ شنو اللي يريده متوفر مجانا. مطاعم 5 نجوم مفتوحه مجانا من البصره الى كربلاء. نشوف يعني هسه سفره طويله من كربلاء الى البصره من حبيبي. احنا انت بس احنا عندنا يقين على حديث الكساء، قول الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا هواء يسري ولا ماء يجري.
إلا لأجل هؤلاء الخمسة، هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الحسين اليوم سبط شباب أهل الجنة، سبط الرسول، اليوم حبيب الزهراء. هذا كل شيء هو، كل شيء انطى، شنو اكو بشر يضحي مثله؟ ماكو لا قائد بالعالم، لا مليك، لا امير، ماكو مثل الامام الحسين. فاحنا كيف بينا؟ احنا شنو نقدم؟ هذا كله بسيط، واحنا بما نملك للحسين، بما نملك، واحنا نشكركم، نشكر هذا القناه، قناه الايام، على دعمهم ومساندتهم لهالمسيره المليونيه هاي، ودعمهم مواساتهم للامام الحج عجل الله فرجه. واحنا جزيل الشكر لكم. الله يحفظك، الله يبارك بك. احنا دائما انه يعني احنا اليوم هذه رساله اعلاميه وواجب علينا اليوم، مثل ما اصحاب المواكب دا يقدمون الخدمه للزائرين، احنا اليوم انه خدمتنا ممكن بتاديه رسالتنا، فان شاء الله انه هذا كله قليل بحق الامام الحسين، قليل بحق زوارنا. انتم محسوبين من خدمه الامام الحسين عليه السلام، مواسين للامام الحج عجل الله فرجه. اكيد احنا بكل تغطيه ان اليوم نشوف انه هسه هاي الزياره المليونيه مو الكل ممكن قدر يشارك بها، ممكن المريض، ممكن المتغرب، ممكن حتى المريض طاب. اي الحمد لله حتى المريض طاب بهذا الزياره. أكيد. اليوم اللي انه امتنع من الزياره واللي ما قدر، واللي انه كان انه ظرفه صحيه او اي سبب، او خارج العراق او متغرب، شنو اللي توجهوا له الرساله من كربلاء المقدسة؟ والله نوجه لكل واحد فاسق وفاسد يشوف هذا الزيارة المليونية وخصيمة الإمام الحسين، كل فاسق وفاسد بالعراق، وكل من سرق مال العراق، وللدول الإمبراطورية والدول الكبرياء، يعني الناس اللي ما تعرف شنه الحسين، فهذا إن شاء الله خصم لهم يوم القيامة. وإن شاء الله أبطال زوار الإمام الحسين ويقاتلون إن شاء الله الحد النهاية الآخر لحظة. توقعون إنه هذه الزيارة راح تكون إنه حاشدة ومليونية أكثر من السنين الماضية؟ أكثر السنين، هذه الزيارة أكثر، والسنين الجاية أكثر تكون مشاركة بها دول عالمية وناس هواي التجت وعرفت حقيقة الحسين وعرفت شنو الحسين. وهذا إحنا هاي تكون هذا هسه هذه المسيرة رسالة لكل العالم والكل طاغي. وإن شاء الله إحنا إن شاء الله على طريق الحسين سائرون نحن وإياكم الى يوم القيامه ان شاء الله. شكرا للحسين، عظم الله اجرك، عظم الله اجرك. موكب سهل بن سعد الساعدي ابو كرار الساعدي في كربلاء المقدسه، الله يحفظك ونعم منكم جزيل الشكر. الله يوفقكم. اذن احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه، مستمرين بتغطيتنا هذا طيله ايام زياره أربعينية الامام الحسين، خليكم ويانا. رحمه الله تعالى وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن وإياكم من محافظة البصرة في أقصى الجنوب، وهذا المكان، هذا المكان الحدودي الذي تكتظ به الآلاف من الحشود الزائرة المتجهة من منطقة الشلامشة الحدودية باتجاه كربلاء المقدسة مشيا على الأقدام. من هذا المكان يدخل الزوار من قارة آسيا، من إيران وباكستان وأفغانستان وطاجكستان، وأيضا من الهند والسند، وفي كل مكان، كل البلاد وكل البلدان الآسيوية تأتي عبر هذا المنفذ الحيوي والمهم. شكرا جزيلا لتحية طيبة أيضا، وشكرا جزيلا لزملائي الأعزاء من المنافذ الحدودية الأخرى الذين يواكبون هذه المسيرة المليونية التاريخية العملاقة التي هي مسيرة وثورة حسينية عالمية، ويشاركون فيها أبناء العراق مصابهم وآلامهم بهذا المصاب أجل الأرض. رجعنا لكم مرة أخرى، السلام عليكم حجية. السلام ورحمة الله. نعمة، خير من الله، خير. شلون شفت ماجورين إن شاء الله؟ ماجورين إن شاء الله. أنا هم خادمة أم قاسم، خادمة الحسين. الله يبارك فيك. رحم الله والديك، رحم الله والديك. خير من الله، خير. توزيعات، لا عز الله، ندوس على كل شيء. الله يبارك، رحم الله والديك. والله هذا طريق يعيدها ان شاء الله، يعيدها لكم من ست له. جيتهم اش حجيه؟ احنا من الكربلة. ها انتم من الكربلة؟ اي الله يبارك بعد عينه، رحم الله والديك، رحم الله، الله يحفظكم وعظم الله اجركم ان شاء الله. على ابن ابي طالب يعيدها عليكم ست له ان شاء الله. ان شاء الله اي والله، ويبذلكم بشبابكم. الله يبارك فيك. اي والله بشبابكم. الله يحفظك. والان نلتقي بالحاجه ام عمار. السلام عليكم حجيه، تفضلي لهنا.
السلام عليكم حجية. أهلين وسهلا. عظم الله أجرك. أهلين وسهلا. عساكم ما تعبتوا إن شاء الله. الحمد لله، الشكر لله. الله يبارك فيكم. منين جايين مشي حجية؟ والله إجيت من الكوفة. خلصت خدمة 12-11 يوم. نعم. خلصت الخدمة بالمدينة على طريق الشبايش. نعم. ونحمد الله وشكره. لله الحمد. الحشود الزاري. الحمد لله. الحمد لله. مريت يمي الحسينان. أريتها كلها يمي الحسين. سلام الله عليك. ما اريده يعني لقاء او شيء، اريده كله يم الحسين. وشكرك. سلام الله. اشكرك وليك. عاش ديد الحسين. سلام عليكم. وعليكم السلام. من الاهواز وسلم على اهلي، ما عندي موبايل يشوفوني. الله يبارك. يلا ان شاء الله. الله يهجركم. الله يبارك فيكم. اذا احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه، مستمرين بتغطيتنا هذا، خليكم ويانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن الان في منفذ شلامشه الحدودي، وهذه الحشود ما زالت تتدفق من منفذ الشلامشة القادمين من جهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه شط العرب، قضاء شط العرب أو الشلامشة العراقية. هناك الآلاف بل المئات الآلاف تتدفق حاليا من هذا المنفذ. أعود إليكم من منفذ الشلامشة في محافظة البصرة. نحن الآن في هذا المكان وهناك خدمة منقطعة النظير من قبل المواكب الحسينية المستمرة بالعطاء الحسيني لخدمة القادمين والزوار من هذا المنفذ الذي يعج بآلاف الزوار القادمين من دول قارة آسيا، من إيران، أفغانستان، باكستان والهند وجميع الدول التي فيها محبي أهل البيت عليهم السلام، والذين يشاركون في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام المباركة. من منفذ الشلامشة أيضا نلتقي بالأستاذ الاسم الكريم حجي الحاج ناصر عبد الله. حجي ناصر عبد الله من العراق، خادم الإمام الحسين. نعم. عندك موكب هنا؟ نعم. تكلم يعني نقل الزائرين ومبيتهم في عندنا الحسينية صفقة العرب. نعم. اللي يحب يرتاح يتعشى وبالصبح نقله الساحة السعد. الساحة السعد. نعم. الآن شنو نوع الخدمات اللي تقدمونها؟ أكل، مبيت، أكل، مشرب، منام، مبيت، كل خدمات متوفرة بهذا المنفذ، كل خدمات متوفرة. من أي يوم بديتوا بهاي الخدمات؟ من تقريبا صارنا سبعة أيام. سبعة أيام. أنت وين ساكن حضرتك؟ بالحيانية، بحي الأصدقاء. حيانية حي الأصدقاء. نعم. يعني كل مرة المكان اللي يستوعب ايش قد عدد تاخذوا وياك كل مرة؟ كل ما هي حسينيه هسه انا جماعه من صفقه عرب حسينيه. نعم. شيلها 100 نفر ازيت في الحدود. نعم. ننقل بيها بسياراتنا ومدين باتون والصبح ننقلهم الساعه 9. من اي جنسيه اللي يوصل؟ اي ما لنا علاقه بالجنسيه. شنو الجنسيات اللي ما لنا علاقه باي جنسيه؟ يعني شنو الجنسيات اللي اجت وياكم؟ اللي اجت ايرانيين، باكستانيين بهالحدود، هم كلهم موجود، كلهم احنا الامام حسين، جنسيتنا الامام الحسين. ان شاء الله. ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. الله يرحم والديك. ماجورين يعطيكم العافيه. ايضا نلتقي ويا احد الزائرين القادمين من جمهوريه ايران الاسلاميه. السلام عليكم. السلام عليكم. خسنا باش. زيارة قبول ان شاء قبول الله. قبول ان شاء الله. نصيب شما بشي ان شاء الله. شو مواسك جو مديد؟ از بندر عباس. من بندر عباس. بالي. از بندر عباس. امام حسين و امير المؤمنين و ابو الفضل اومده میقد راه همه چیز کم و کسری نیست خدا رو شکر زیاده از برکه امام حسین هیچ کم و کسری نیست الحمدلله بازم خدا رو شکر ان شاء الله. شما فقط یه نفری یا با کاروان اومدید؟ ما یک کاروان 50 نفره هستیم از اشبندی مینا اومدیم ان شاء الله. راه چطوره؟ راه چطوره اینجا؟ اجراءات و ترتیبات داخلی مرز از شهر عراق بهتر امکانات داریم خدا را شکر. ولی برای ایران هم راسته بود، خوب بود برای ایران. خوب بود. آره آره. چند روز شما اینجایید؟ میمونید؟ دو روز اینجایم. میریم دو روز ان شاء الله به نجف. یه دو روز سه روز پیاده روی میکنیم، سه چهار روز هم در مرز چند روز میموندید؟ یه روز و نیم علف شدیم. یه روز. آره الان هم تیاره و ماشین نیست علفیم، میریم انشاءالله به چیز تا یه ماشینی گیر نمیاد ما را ببره به کربلا یا بصره. انشاءالله. انشاءالله. انشاءالله موفق باشید. آقا زیارت قبول. قبول حق انشاءالله نصیب شما. زبات قبول انشاءالله. الزوار اغلبهم قادمين من بندر عباس، مدينة بندر عباس، هذه المدينة الساحلية، وهم متجهون أكثر من 50 نفر باتجاه كربلاء المقدسة، بقوا في الحدود أكثر من يومين ويشيدون بالإجراءات من الجانبين، وبحيث أنهم لم يتعطلوا في قضية الإجراءات، وهذا شيء جميل أنه بهذا الزخم، بهذا العدد، بهذا
الحشود لم يتعطلوا اجراءات تتعطل اجراءات الدخول والخروج. السلام عليكم حاج اغا. عليكم شتوري خوب ان شاء الله؟ السلام الحمد لله. زياره قبوله ان شاء الله. اسكو جاو مدي؟ الله قبولكم ان شاء الله. اسكو جاو مدي؟ الكربلاء. لا اسكو جاو مدي؟ الشهر محل باختياري. شهر محل باختياري. فارستان. كجا؟ فارستان. 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 خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. سلامت. خیلی خوش اومدید. چند روز در راه حاجرا؟ چهار روز. چهار روز در راه. من سفر رو کم کردم که هر شب بقیه برن. خسته شو؟ خسته شدی؟ نه نه. زیارت حسین راحته. زیارت اصلا خستگی نداره. خستگی ان شاء الله خستگی نداره. خیر موفق باشید. علی خدا. خدافظ یا علی. هذا الزائر أيضا، هذا الزائر يقول أنا جئت من منطقة شار بهار وهو أكثر من 4 أيام في الطريق ولم يكن هناك أي تعب في مسيرته من هذه المناطق البعيدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من تقبل الله أعمالكم. زيارة زيارتكم إن شاء الله الله يتقبل زيارتكم. الله يوفقك وايد من المشكلة. حضرتك من يا مدينة؟ أنا من مدينة ميناء خميني. ميناء؟ بندر يما خميني. بندر يما خميني. أهلا وسهلا بك. ومحيي. كيف وجدت؟ كم يوم صار لك بالطريق؟ هسه اليوم الصبح جيتان. جيت من بندر يما خميني؟ من بندر يما خميني. إيش قد صار لك بالحدود يعني المنتظر؟ أصلا هيك انتظار ما. إيش قد كم ساعة تقريبا؟ أصلا يعني بالورود؟ بالدخول وبالخروج. بالدخول هيك يعني ما صار 5 دقائق ما صار 10 دقائق. وبالجانب العراقي؟ بالجانب العراقي ما تعطلتوا. أصلا ما تعطلنا. إيش قد تعدادكم تقريبا اللي شفتم؟ وايد. بالآلاف؟ بالآلاف تعداد، بالآلاف تعداد. أنت أول مرة تزور العراق؟ لا أنا ثالث مرة. ثالث مرة زور العراق. نعم نعم. يعني سنة ورا سنة لو تترك سنة. لا سنتين وهيجي. كل سنتين تجي مرة. كل سنتين تجي مرة. شلون هالأجواء بالعراق الآن وأنت جاي يعني اعتيادي كلك شوق؟ إي وايد حلو. مشتاق. مشتاقين. للإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين أبو فاضل عباس. شلون تنظر إلى خدمة المواكب؟ وايد. من أول ما دخلت. وايد حلوة جيدة حلوة متشكرين من العراقية كلهم. شلون هالإجراءات؟ قواتنا الأمنية. وايد حلوة وايد. طيبة ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله الله يخليك ورحم الله والديك اتمنى لكم الموفقيه زيارتكم مقبوله ان شاء الله رحم الله والديك وايد ممنون اشكركم شكرا جزيلا وايد سلام اعزائي المشاهدين ونبقى وياكم وهذه التغطيه المباشره من منفذ الشلامش الحدودي من محافظه البصره ابقوا معنا مشاهدي فضائيه الايام وكنا قبل قليل في منفذي الشلامشه ومنفذ زرباطيه كان زميلي قاضم الحاوي وكذلك الزميل محمد ونقلنا صوره عن طبيعه دخول الزائرين الوافدين الى المحافظات العراقيه من المناطق الحدوديه سواء من منفذ زرباطيه او من منفذ الشلامشه وايضا هنا في النجف الاشرف منفذ مطار النجف الاشرف الدولي وهذه الصوره هي التي تتحدث عن ما موجود من زائري من مختلف المحافظات العراقية يعني حقيقة النجف لحد الآن لم تستقبل من المحافظات الوسطى والجنوبية إلا القليل الذين جاءوا إلى هذه المدينة المقدسة وأدوا مراسيم الزيارة أما المسيرة التي انطلقت من محافظة البصرة لغاية الآن يعني تباشيرها وصلت إلى محافظة السماوة ولدينا بعض أيام ومن ثم يصلون إلى النجف الأشرف ولكن الموجود الآن في النجف الأشرف هم زائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الإسلامية من دول الخليج العربي هناك الكثير الذين وفدوا إلى هذه المدينة المقدسة من هذه المناطق ننقلكم هذه الصورة الوضاء لهذه المسيرة ونحن على طريق يا حسين مشارف النجف الأشرف باتجاه مدينة كربلاء المقدسة يعني المسافة الآن من هذه النقطة إلى مدينة كربلاء قرابة 85 كيلو متر من خلال هذا الطريق هو طريق يا حسين الطريق الذي يصل إلى مدينة كربلاء المقدسة وشاهدون الآن أغلب الموجودين أصحاب البيوت أصحاب الحسينيات أصحاب الهيئات الحسينية أصحاب المواكب هم الآن يحاولون قدر الإمكان هذه الصورة الموجودة خلفي يحاولون قدر الإمكان أن يأخذون الزائرين معهم أما إلى بيوتهم أو إلى أماكن الراحة سلام عليكم قواكم الله تعال يمي من جاي من ايران من ايران الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وصولك اجى عن طريق النجف عن طريق البصره على النجف من جينا من شلامشه على النجف للنجف نعم
زرت السيد مولاي امير المؤمنين؟ نعم زرنا جدة العهد. وانطلقت الان وطلعنا اي والله احنا والعيال. يا سنه تمشي صادق؟ انا 13 سنه امشي. 13 سنه تمشي ايه؟ ما شاء الله من السقوط لهسه بعد انا بس كل سنه كل سنه كل سنه مستمر على العهد على العهد ماكو شيء منعك؟ ما ماكو لا حر لا برد كل شيء. شوف الاجواء الزياره وايد طالعه حلوه وايد حلوه وايد كرامه وايد يعني اشياء يعني ما توصف اصلا يعني قد واحد يتبصر ما يقدر يتوصف. وحدك جاي جايب عيال وياك؟ عيال وياي جهال وياي اي كلهم جايبين اي قدامي رايحين هاي عيالي هاي حجيتها هنا اشوف حجيه قواكم الله الله يساعدك على الله يساعدك عين طال عمرك الاسلاميه الايرانيه عين رحم الله والديكم. المشاعر الشاهديه بالزياره والله عمي ما ادري شو التلفزيون ما اقدر شو اقول لك مشاعرك انت تشوفين هالزياره ما ادري يعني ما تتوصف والله. جايين توازين زينب عليه السلام هاي الايام ايام العبره يعني ايام المصيبه ما نقدر نوصل لزينب احنا لو كنا فروخ له يا هاني اصلا ما يقدر لا نقدر نسوي مثل ما سوينا الامام الحسين كل شيء ما نقدر نسوي مشكورين يعني هاي الايام حجيتنا وياك ابو بيت ان شاء الله انت العافيه والمواكي شرفونا اليوم. كيف زينب اجتي وحيده فريده وطلعت مع الاعداء؟ ما ادري شنو اقول لك والله ما ادري شو اقول. الحجي هنا الحجي هنا يوازينا على اللقاء. ايش قاعد يسوي الحجي؟ خذ من عندي اللقاء حتى ياخذهم للبيت. هاي شوف هنا هنا اللي قاعد يصير. شوف هنا هذا هنا حجي تعال يمي أنا أخذتها للقاء أنت تريد تاخذه وياك للبيت. أنا أخذت أفضل والله أنا حصل ثواب أنت قناة عامة على أي واحد أنا هذا حصل ثواب ما حصل واحد ما شاء الله. هو وش قد ما يكون عدده 100 200 300 كل يوم توقف على الشارع يوميا من يوم 2 صفر لحد الآن نايم لساعة وربع الله شهاد بالحسين شهاد عليه ويوم اللي ما حصل زوار ما أرتاح وأقوم أبكي ويوم اللي ما حصل زوار أقوم أبكي وأنا أفقر حالة زين أداين فلوس وأصرف آخر شيء البارحة بعت موبايل زوجتي وصرفت الزوار ويوم اللي ما عاد زوار أقوم أبكي الله شاهد علي هذا الحسين زين وانا افخر الناس زين من الستة سعيد لحد الان من الستة خادم ممنوع الله يوفقك الله يوفقك يعني هذه الحالات اللي احنا نقولها على طريقي يا حسين طريقي الحسين عليه السلام هذا رجل ما يملك شيء من هذه الدنيا ويتحدث بانه يوم امس باع موبايل زوجته لاجل ان يصرف على الزائرين وينطيهم ما يمكن وجوده بالنفس أقصى غاية الجود هذا هو طريق الحسين طريق الشهادة طريق الكبرياء طريق العنفوان والشاهدون الآن الزائرين وهذه المسيرة التي تمر من خلفي على هذا الطريق طريق الحسين عليه السلام والكثافة الآن في هذه الأوقات أوقات نستعقول هي وقت يعني البراد لأن وقت الظهر أغلب الزائرين يكونون موجودين أما في الحسينيات في المواكب وقت راحة وقيلولة هذه الأوقات هي أوقات مسير يعني تشجع الزائر على المسير على هذا الطريق وتشاهدوا ما شاء الله الآن بدت يوم عن يوم زخم الزيارة يزداد وزخم الزائرين يزدادون على هذا الطريق وطريق الثورة الحسينية ومثل ما تشاهدون يعني حقيقة الصورة تسر العيون ولهذا الآن على هذا الطريق هناك الكثير من المشاهدات الحية اللي نرصدها من خلال كاميرتنا كاميرا الايام الفضائيه واللي نعطيكم صور معبره سواء من المنافذ الحدوديه سواء من مدينه كربلاء المقدسه او من منطقه الخضر من السماوه او من هذه المدينه النجف الاشرف وعلى طريق يا حسين وهذه الصور اعتدنا ان نشاهدها واعتدنا ان نسمعها من سواء من الزائرين اللي دموعه تنسكب على الوجنات وهو يتحدث عن غربه زينب سلام الله عليها ويتحدث عن اللوعه وعن العلم وعن الاستعداد لزيارة الإمام الحسين عليه السلام سواء من أصحاب المواكب اللي هم أيضا يشاركون الزائر من خلال تقديم الخدمات من خلال تقديم المبيت ومن خلال تقديم الوجبات الطعام هذا الدعم اللوجستي هو الدعم الحقيقي لاستدامة هذه المسيرة الحسينية مستمرين وياكم بتغطيتنا والتغطية إن شاء الله تكون مواكبة لهذه المسيرة وإن شاء الله على مدى الأيام القادمة نتنقل على هذا الطريق وصولا إلى مشاري في مدينة كربلاء المقدسة ننقل لكم صور والضائع عن الجماهير السائرة على هذا الطريق ونحاول قدر الإمكان نأخذ لقاءات مع السائرين على طريق الحسين وأغلب السائرين الآن على هذا الطريق مثل ما تشاهدون خلفي هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول العربية دول الخليج ف
فلهذا نعطيكم الصورة الحقيقية لزخم الزيارة. صورتنا شاشتنا شاشة الأيام منقسمة على أكثر من نافذة وأكثر من صورة، فتنطينا إن شاء الله. سلام عليكم، قواك الله. حياكم الله. شلونك يا حبيبي؟ خير الله يسلمك. مين؟ من السعودية. من السعودية. هلا. الله يهنيكم ويسلمكم. من السعودية. الله يحفظكم. أول سنة، ثاني سنة. أول سنة أنا أجي. ما شاء الله. زيادة 40 أول سنة. سولف لي مشاعرك تمشي أول سنة. والله مشاعر ما تنوصف. يعني أول ما بديت صحت ما قدرت والله. الحبيب رايح للحبيب، شلون يوصف محبوبه؟ السلام عليك يا أبو عبد الله، أنا تمنيت هذه الزيارة من زمان والحمد لله الله رزقني هذه الزيارة. يرزق احبتي ان شاء الله ويحفظ الزوار ان شاء الله ويسلم اهل العراق ان شاء الله. وحدك جيت له وياك؟ إيه لا، لحال العيال نزلوا وعندهم اختبار مدارس وانا ضليت. يعني انت جاي وحدك؟ إيه. يمن راح ترجع للسعوديه وترجع لعيالك، شلون تسولف لهم هاي المشاعر؟ والله يعني مشاعر ما تنوصف، الكرم والتنظيم، الكرم ما ينوصف صراحه، كرم اهل العراق ما ينوصف، اللي شفته بعيوني ما اقدر اوصفه. يعني الحقيقه اكو فد مساله ما ادري بلغوك بها ولا، اي زائر يدخل من دول الخليج او من الجمهوريه الاسلاميه او من اي دوله ياخذون جوازه يعطوه غير جواز، شو يكتبون عليه؟ زائر الحسين يعني؟ الحمد لله رب العالمين. انت طبيت مدينه الحسين، هذا مضيف الحسين العامر. الحمد لله رب العالمين. فكلكم ان شاء الله ضيوفنا وعلى عيننا وعلى راسنا. الله يسلمكم. واحنا نتنومس بيكم، نفرح بيكم يا زائري الحسين. هذا شرف ليكم، وخدمه الحسين شرف. الله يرزقنا اياكم شفاعه ان شاء الله يوم الورود. كل التوفيق. حياكم الله. قلبناك الدعاء والزياره. كل التوفيق ان شاء الله. موفقين. مشاهدين كرام، لا زلنا وياكم وناخذ هذه المشاعر وهذه الدموع على الوجنات من الزائرين الوافدين نحو كربلاء المقدسة، ولازلنا مثل ما إذا شاهدتونا في الأعوام السابقة وهذا العام نأخذ مقتضبات من زيارة الإمام الحسين. عندما نقف أمام الإمام الحسين عليه السلام ونجدد العهد في السير إليه إلى كربلاء المقدسة ونقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، المسالمة للإمام الحسين هي الموالاة لأبي الضيم وآله الأطهار، والسير على نهجه القويم ونبذ كافة الأمور الخارجة عن ما يتقبل الدين الإسلامي، الأمور اللي رفضوها أئمتنا عليهم السلام، الأمور اللي ميرتضاها الدين الإسلامي ومذهب العظيم، الأمور اللي وصت عليها مرجعيتنا الرشيدة وأكدت عليها هذه المرجعية العظيمة التي لولاها لما بقيت هذه الزيارة ولا ما بقيت هذه المراسيم، التي لولا تلك الفتوى العظيمة فتوى الحشد الشعبي التي دكت حصون الطغيان وعنفوانهم ومرغت بأنوفهم الأرض وبقت أبطالنا أبطال الفتوى اللي هم أنصار الحسين على هذا الطريق يواصلون الليل بالنهار، وبسبب تلك الدماء الزاكيات التي غطت العراق من أقصاه إلى أقصاه، والذين كان نداؤهم لبيك يا حسين فدوا لعيونك يا سيدي يا مولاي يا أبو الشهداء، اطوا هذه الدماء واختلطت دماء العربي مع الكردي مع السني مع الأيزيدي مع الشيعي مع الفي، الكل هؤلاء اللحمة العراقية الواحدة كل دماءهم صارت لأجل إنقاذ العراق من الجرائم الداعشية التي حاولت أن تحرف المسيرة عن طريقها الصحيح. سلام عليكم، قواك الله. شلونك حبيب؟ الله يتقبل أعمالكم، عظم الله أجوركم، الله يباركك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين جميعا، عظم الله أجرنا وأجركم في هذه المناسبة الأليمة، ألا وهي رجوع سبايا آل محمد، حيث انطلقت القافلة من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام رجعت إلى أرض كربلاء، وكانت تقود تلك القافلة السيدة زينب. أنا قبل شوي سألت واحدة من أخواتنا جاية من الأهواز، قلت جاية واسي السيدة زينب، قلت لها جاية ويا زوجيش ما شاء الله أفوتش بالمواكب ما شاء الله واقفينكم وبالبيوت العزبون، شلون كان حال زينب هي والأيتام وتسير نص الأغراب وبنص المجرمين القتلة؟ في رواية عن الإمام أنه كانت السيدة زينب صلوات الله عليها تقود 83 بين طفل وطفلة بين يتيم ويتيمة،
بين امرأة فاقدة هذه القافلة التي كانت تقودها زينب روحي لها الفداء. هذه الثورة التي قادتها السيدة زينب صلوات الله عليها مع قلة الناصر وخذلان العدو كانت زينب روحي لها الفداء تقود قافلة من الأيامى واليتامى والأرامل والفاقدات وليس معها إلا عليل وهو الإمام السجاد سلام الله عليه. هذه القافلة التي قادتها السيدة زينب بعد مقتل أخيها الحسين حيث قامت بتلك الأعباء الكبيرة حيث أن السيدة زينب قامت بالدور الثاني بعد مقتل أخيها الحسين فضحت الطاغية وفضحت كل متجبر على هذه الأرض ووقفت وأعطت بشارة لكل هؤلاء الذين يسيرون إلى كربلاء المقدسة حيث قالت للإمام زين العابدين إن لأبيك الحسين علم وراية وهنالك روايات أنه سيخلق الله له شيعة ينصرونه يقيمون عليه المآتم والمجالس يبكونه ليلا ونهارا. هذا هؤلاء المعزون آجرهم الله وآجر الله تعالى أصحاب المواكب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على مسيرة سيد الشهداء وأن نكون فعلا ممن يقتدي وممن يواسي تلك المرأة العظيمة السيدة زينب حيث وقفت تلك الوقفة الجليلة. ولكن أقول أن هذا المصاب لم يجعل السيدة زينب تنكسر ولم يجعلها ترجع إلى تلك المآسي حيث كانت تقف في وجه طاغية زمانها يزيد وتقول له كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فعلا لم يمت وحي رب العالمين ولم يمت ذكرى سيد الشهداء بل قامت تلك الثورة على تلك الدماء الزاكية دماء سيد الشهداء ومن كان معه من أهل بيته 18 حيث يقول الإمام الرضا لابن شبيب يا ابن شبيب إن في هذا الشهر قتل لنا 18 رجلا ليس لهم على وجه الأرض من مثيل. نتمنى من الأخوات ومن الأخوة رجال ونساء أن يقتدوا بالسيدة زينب صلوات الله عليها بعفافها وشرفها وبكل ما كانت تملكه من رسالة ووعي وحضارة وتوعية إلى هذا المجتمع لم تتنازل عن عبادتها. يدخل عليها زين العابدين في تلك الليلة ليلة 11 يجدها تصلي صلاة الليل من جلوس قال عم أو تصلين صلاة الليل من جلوس قالت عم إن مصاب أبيك الحسين كسر ظهري. لم تترك حتى المستحب في تلك الأوقات العصيبة. نتمنى من الأخوة من جميع الشباب من جميع النساء أن لا يتركوا فرضا من الفروض حيث أن الحسين صلوات الله عليه قتل من أجل الصلاة. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. قام بتلك الثورة وانتصر الدم وفعلا من لحق به استشهد ومن لم يلحق به لم يدرك الفتح حيث أنه أوصى أخاه محمد بن الحنفية أخي محمد من الحسين بن علي إلى أخي محمد من لحق به استشهد ومن لم يلحق به لم يدرك الفتح. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وشكرا لكم موفقون أنتم تقومون بهذه المهمة العظيمة وهي مهمة الإعلام إن شاء الله تعالى الناجح السائر على طريق السيدة زينب وزين العابدين صلوات الله عليه. كل التوفيق توصلوا بالسلامة وقلدناكم الدعاء والزيارة. مشاهدي الكرام حقيقة أن الأخ الذي جاء معي في اللقاء أجمل وأوجز ما أريد فتركته يتحدث. حقيقة هكذا هو ما أراد منا أهل البيت سلام الله عليهم وصلواته عليهم أجمعين. والحوراء زينب الثمن الذي يجب أن يعطى في هذه المسيرة هو التمسك والاقتداء بعنفوان الحوراء زينب بقوة الحوراء زينب بما بحجم تلك التضحيات الكبيرة بحجم تلك الصلاة التي صلاها أبي يضيم الإمام الحسين عليه السلام في عرصة الكربلاء وفي ظهيرة تلك الليلة ظهيرة الاستشهاد والسيوف البواتر على الرقاب والرماح والنبال على الصدور وقفوا كالجبال وقفوا شامخين يؤدون الصلاة إلى البارئ عز وجل وهم يقولون إلهي خذ منا حتى ترضى. ما قيمة هذه الأجساد وما قيمة هذه النفوس أمام تلك التضحيات تضحيات آل الرسالة تضحيات الحسين الذي هو ابن رسول الله ابن بنته وسيد شباب أهل الجنة تضحيات الذين هم أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله
وهكذا فإن طريق الحسين هو طريق ذات الشوكة، ونحن مستمرين في هذه التغطية الميدانية لفضائية الأيام وعبر شبكة مراسلين وشبكتنا المتواصلة من المنافذ الحدودية كما ذكرت قبل قليل وأسلفت، شلامشة، زرباطية، محمد وكاظم، وأيضا مدينة كربلاء، ومن السماء ومن الخضر ومن يعني العاصمة بغداد، وهنا من النجف الأشرف وطريق يا حسين المتصل باتجاه كربلاء المقدسة، وإحنا بهذا الطريق نأخذ لقاء مع الزائرين الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة وينطلقون نحو كربلاء المقدسة. وشاهدوا صور حقيقة يعجز الوصف، أنا أتمنى يعني حقيقة الصورة هي اللي تتحدث، مرات ما أقدر أوصل الصورة بالكلمات، يعني الشاهدون الآن اللي خلفي كرم الضيافة والعنفوان الموجود والزائرين والمشاعر الجياشة و و و و و الكثير الذي لا يوصف ولا بإمكاننا أن نقدمه، فلهذا الشاهدون الكل هنا هدفهم الواحد إنجاح الزيارة، سواء الزائر أو الذي يقدم الدعم اللوجستي في هذه الزيارة الميدانية. ومعي هنا من أبطال اللي هم حماة الوطن، السلام عليكم، عظم الله أجوركم، الله أجرك إن شاء الله ويحفظكم، واقفين الظهرية وباللي نعم. وتحرسون الزوار نعم. وتحرسون الناس نعم، هذا قليل شنو نسوي، كله قليل، معنا خصوصا احنا هذا موقفنا قليل، إمام الحسين قليل، أصحاب إمام الحسين شنو نسوي في القليل، معنا تعبون، أنا شفتكم اليوم من الظهر للسواق، معنا هذا التعب قليل، أصلا جاء نتعب وجه الله وجهودنا ما مقصرين، وكله قليل، تأمين الزائرين، تأمين نعم، الزيارة نعم، أيضا إذا ملاحظكم هنا حتى لازمين الشارع ما تخلون الزائر يعبر الشارع تخافون نعم، على سلامة هذا شيء واجبنا، هذا شيء واجبنا، ومعناه هذا شيء علينا، هذا شيء بعد شنو نقول قليل، عندكم انذار ما تنزلون يمكن نعم نعم نعم، مستمرين طول فترة الزيارة إن شاء الله، كل التوفيق من تخلص كل الزيارة اللي احنا نسحب إن شاء الله، هذا واصل في ميزان نعم. حسناتكم إن شاء الله، وأعتقد يعني هو هاي مشاركتكم نعم. هي هاي الزيارة بحد ذاتها إن شاء الله إن شاء الله، وجهودكم أنتم أهل الإعلان هذا شيء إنه يشرف به إن شاء الله، شكرا جزيلا، كل التوفيق، موفقين ان شاء الله، موفقين. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وناخذ عينات من الموجودين على هذا الشارع، سواء خدمه ومشاركين ومن يحرسون الشارع ويؤمنون الزياره، وحتى هذه الساعات اللي هي نستطيع نقول قبل ساعات، قبل يعني اذان المغربي والعشاء، واحنا مستمرين بتغطيتنا عبر قرائيه الايام وصورنا المنتشره على مفترقات الطرق، سواء مثل ما ذكرت قبل قليل، ونقدم لكم هذه الصورة الميدانية الحقيقية للزيارة الحقيقية الحسينية، وإحنا بكاميرتنا من النجف الأشرف من طريق يا حسين مستمرين بنقل هذه الشعائر وهذه المراسيم. مثل ما شاهدوا ما شاء الله الزيارة خلفي، أعتقد الكثير من المحافظات العراقية الجنوبية وصلوا إلى النجف الأشرف، يعني وصلوا مو سيرا على الأقدام، لأن هناك الكثير منهم يصلون إلى النجف الأشرف، قسم موظفين، قسم أصحاب التزامات، يصل ويزور أمير المؤمنين عليه السلام، ومن بعدها يتوجه إلى كربلاء المقدسة. والشاهدون الآن هذه المراسيم وهذه الزيارة، الكثير من أصحاب المواكب الآن يقدم خدماته، خلفي الآن الكثير من أصحاب المواكب يقدمون خدمات للزائرين، والكثير من الزائرين يحثون الخطى، يحاولون يستغلون ويستثمرون هذه الساعات، ساعات نستطيع أن نقول الباردة، ومستمرين وياكم بهذه التغطية. وطاها يحاول قدر الإمكان يشوف لوحدة من الحجيات يأخذها لقاء، ولكن الحجيات بسرعة ما يريدون يوقفون، طاها يريد يأخذ وحدة من الحجيات والحجيات ما يوقفون، طاها شوف لنا وحدة توقف من حجياتنا، لأن أمهاتنا ذني سالفتهم حلوة من يسولفن، لا سيما إذا وقفن قدام الكاميرا. وإحنا نريد نقول لكم جميع الصور، صورة الخادم، صورة المشارك، صورة المعزي، صورة اللي جاي مهضوم، أبناء الشهداء، أمهات الشهداء اللي جايين يقدمون كل شيء لأجل هذه المسيرة الحسينية. وهذه المسيرة الحسينية مسيرة عنفوان، مسيرة كبرياء، مسيرة دم انتصر على الطغيان وعلى القاتل. حقيقة لم يعرف التاريخ مقتول انتصر على قاتل، ومغلوب هو القاتل غلب بسيفه وغلبه دم الشهيد. هكذا كان الحسين عليه السلام. تسلم لي يا حبيبي، تعال 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 تعال
تعال يمي. انت ابو الموكب؟ لا. توزع ماي؟ شلونك توزع لنا بالزوار؟ ايه. هاي صارت تجيب لي ماي. هاي ايدك يا حبيبي. يعني حقيقه هم ذولا نستطيع نقول ابناء الخدمه الحسينيه. جاي شافني واقف هنا على الشارع يعطيني ماي ويعطي للزاير ماي ويعطي للجميع ماي. فاحنا هذا اللي نتحدث عنه وهذه الخدمه اللي نتحدث عنها. وتعال حج يمي تعال يمي السلام عليكم. لازم طه هذا اول مره ميه بارده. تعال يمي تعال يمي ناس حجيفه راح تطلع من داخل تروح تجيب طه. الله يحفظك الله يسلمك عافاك الله الله يرحم ذاك الناصريه. خير الحمد لله وزياره ابو عبد الله وان شاء الله الله يوفق الجميع. جاي بالحجيه وجاي ورايح لابو عبد الله عليه السلام. رايح للحسين حبنا الحسين. اي والله اي والله اي والله احب احب ابد ما ولا ينمح ان شاء الله. نحمد الله ونشكره. كل سنه تروح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صار لي تقريبا 13 سنه امشي. ما شاء الله. اي والله. الحمد لله والشكر نحمد الله ونشكره ان شاء الله الله يحرمنا الله لا يحرمنا زياره الحسين بحق محمد وعلي مشكور يا عزيزي الله ان شاء الله دعاكم احوج الله يحفظك موفقين ان شاء الله. مشاهدي الكرام هي هاي الصور اللي نقولها وعلى بسرعه ناخذ قدر الامكان الزائرين على هذا الطريق وناخذ الان المشاهدين شوفوا المشاركين في هذه الزياره المليونيه سواء من المحافظات العراقيه اللي وصلوا الى النجف الاشرف ويزورون كربلاء المقدسة أو من الدول الإسلامية وكذلك من دول الخليج والدول العربية. وذكرت قبل قليل أن مطار النجف الأشرف الدولي استقبل خلال الأيام الماضية أكثر من 35,000 زائر. قرابة 300 طائرة وصلت إلى مطار النجف الأشرف الدولي اللي هو الميناء الجوي. وبحسب الإحصائيات يصل عدد الزائرين خلال الزيارة عبر المطار يعني قرابة 250,000 زائر. وأيام الذروة متوقع بأن يستقبل المطار أكثر من 150 طائرة في اليوم الواحد. اليوم استقبل المطار أكثر من 50 طائرة وعدد الرحلات الوافدة إلى النجف الأشرف في تزايد مستمر. وعلى متن هذه الطائرات قرابة يعني كل طائرة تقل من 150 إلى 225 مسافر. وبهذا الأعداد تزداد إن شاء الله وكلهم إن شاء الله تستقبلهم النجف الأشرف وينطلقون إلى كربلاء المقدسة. هذا هو طريق العشق طريق الحسين طريق الثورة طريق الإباء طريق الإصرار على المبادئ. شاهدون شبابنا ما شاء الله شاشتنا هي شاشة الشباب ونأكد على الشباب ونقول صورة الشباب الشاب المتوقد إيمان شعلة في قلبه مضرة الهجمات العدوانية من المواقع المغرضة المواقع اللي نعرف همين هذه المواقع. يحاولون يشوهون صورة الزيارة يحاولون يحرفون شبابنا عن طريقهم ولكن تبقى المسيرة الحسينية هي مسيرة وضاء. مشاهدينا الكرام الآن نأخذ فاصل قصير ومن بعدها نعاود ها عفوا أبو صالح يقول هاي عودة إلى زرباطية إلى المنفذ الحدودي في زرباطية وزميلنا محمد هناك ينقل لنا صورة من المنفذ الحدودي فإلى هناك. عبروا إلى محافظة واسط عبر منفذ زرباطية الحدودي باتجاه كربلاء المقدسة. من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يصل العدد إلى أكثر من 3 ملايين زائر إيراني أي ما يعني أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ. المنفذ طبعا تم تجهيزه قبل ايام من الزياره بالمثقفات وايضا يعني تم تعبيد الطرق وتزويده بالاناره وهذا تعتبر نقله لوجستيه في المنفذ لم تحصل خلال الاعوام السابقه. خلال هذا العام هنالك طبعا مضاعفه لاعداد العاملين داخل المنفذ من العناصر يعني الامنيين وايضا العناصر المدنيين وايضا تم مضاعفه عدد الحاسبات التي تستقبل الجوازات لتسهيل عمليه دخول الزائرين وايضا تسريعها. يعني خلال الاعوام الماضيه يستغرق الزائر ربما اكثر من ساعه ونصف من دخوله الى المنفذ من الناحيه الايرانيه الى خروجه من الناحيه العراقيه. الان عمليه عبور الزائر لا تستغرق سوى اكثر من 10 دقائق يتم عبور الزائر وايضا عمليه نقله من المنفذ الحدودي الى كربلاء المقدسه ايضا عمليه سهله وسلسه. هنالك العديد من الباصات تقوم بنقل الزائرين من هذا المكان باتجاه كربلاء المقدسه ايضا فضلا عن السيارات الصغيره سيارات التاكسي وايضا بعض المواطنين من ابناء مدينه الكوت وايضا من باقي المحافظات ياتون الى هذا المنفذ ويقومون بنقل الزائرين الى منازلهم بهدف تقديم الضيافه لزوار ابي عبد الله الحسين بمناسبه 40
بيته. ايضا يعني على الصعيد الخدمي هنالك عشرات من المواكب الحسينيه داخل المنفذ الحدودي فضلا عن العشرات خارج المنفذ الحدودي. على صعيد محافظه واسط هنالك اكثر من 2500 موكب حسيني منتشره على طول طريق الزائرين من مدينه الكوت باتجاه يعني من محافظه ذي قار يعني جنوب المحافظه وايضا من محافظه ميسان. هنالك اكثر من 2500 موكب حسيني كما ذكرت لكم. بالنسبه للمواكب الحسينيه المنتشره داخل كربلاء المقدسه وهي من مواكب محافظه واسط هنالك اكثر من 400 موكب حسيني تم نقلها من المحافظه الى داخل كربلاء المقدسه. طبعا العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه قامت بنصب مواكب حسينيه يعني في بوابه المنفذ. ايضا هذه المواكب الحسينيه بالنسبه للعتبه الحسينيه تقدم اكثر من 30 الف وجبه خلال 24 ساعه. بالنسبه للعتبه العباسيه تقوم بتقديم قرابه 12 الف وجبه يوميا للزائرين. هذه الوجبات يعني تقدم على شكل يعني وجبه الغداء ووجبه العشاء وايضا حتى بعد منتصف الليل، يعني تم مضاعفات الوجبات اليوميه الى 6 وجبات تقريبا، وهذه الوجبات مجموعها الكل 42 الف وجبه يوميا تقدم للزائرين. يعني يتم دخول حاليا يعني خلال ال 24 ساعه الماضيه تم دخول يعني فقط خلال 24 ساعه 90 الف زائر، اما من هذه اللحظه والايام الماضيه تم دخول اكثر من 400 الف زائر. من المتوقع خلال الايام القادمه ان يصل العدد الى قرابه 3 ملايين زائر ايراني يتم عبور منفذ الرباط الحدودي باتجاه كربلاء المقدسة. بعض الزائرين لا يذهبون إلى كربلاء مباشرة بل يذهبون إلى يعني محافظة بغداد لزيارة الإمامين الكاظمين وبعد ذلك زيارة العتبات المقدسة في سامراء ومن ثم الاتجاه إلى كربلاء والنجف لأداء زيارة الأربعين. على مستوى الصعيد الصحي دائرة صحة واسط قامت بنشر أكثر من 80 سيارة إسعاف على طول طريق الزائرين في المحافظة وأيضا يعني هيئة المواكب الحسينية يعني هنالك يعني تنسيق عالي ما بين هيئة المواكب الحسينية ودائرة صحة واسط ويعني مديرية الكهرباء ومديرية الماء. كل هذه يعني الدوائر تضافرت جهودها تحت راية واحدة وتحت يعني مسمى واحد وهي خلية زيارة الأربعين بهدف إنجاح هذه الزيارة وأيضا يعني تصدير هذه الزيارة للعالم بأفضل وجه. ما زالت الأعداد تتوافد عبر منفذ الرباط الحدودي من الزائرين الإيرانيين، أما الزائرين الأجانب تم تحويلهم إلى منافذ أخرى وهي منافذ الشيب ومنافذ الشلامشة، يعني منفذين حدوديين منفذ الشيب ومنفذ الشلامشة بالنسبة للزائرين الأجانب الذين يأتون عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أما منفذ الرباط الحدودي فقد خصص فقط للزائرين الإيرانيين. بالنسبة للحركة التجارية في منفذ الرباطية لن تتأثر بسبب الزيارة، ما زالت الحركة التجارية تسير بشكل جيد. على الصعيد الأمني القوات الأمنية منتشرة بشكل جيد وتؤمن طريق الزائرين في المنفذ الحدودي وايضا من طريق المنفذ باتجاه مدينه الكوت ومن ثم من مدينه الكوت باتجاه محافظه بابل. المفارز متنوعه ما بين افواج طوارئ، ثلاث افواج طوارئ تابعه لقياده الشرطه دخلت خلال الخطه الامنيه لزياره الأربعين بالنسبه لشرطه الطاقه وايضا هيئه المنافذ الحدوديه وايضا حرس الحدود وهيئه الحشد الشعبي. كل هذه الاصناف الامنيه شاركت بعمليه تامين الزائرين وتامين المواكب الحسينيه على مدى 24 ساعه. الحكومة المحلية في محافظة واسط عملت على تسهيل يعني تسهيل عملية توفير الخدمات للمواكب الحسينية. من يحتاج إلى تيار الكهربائي تذهب له يعني وحدة من قبل مديرية كهرباء واسط وتقوم يعني إيصال الكهرباء إلى الموكب. ايضا على الصعيد يعني مديريه ماء واسط ايضا تقوم بنقل صهاريج الماء للمواكب الحسينيه ايضا على مدى 24 ساعه. اهالي الكوت يعني حالهم حال باقي المحافظات العراقيه، ايضا يمتازون بالكرم كما يمتاز جميع العراقيين، ايضا فتحوا منازلهم من اجل يعني استقبال الزائرين الايرانيين، وايضا يعني بعض المواكب الحسينيه جاءت من غير محافظات، يعني هنالك مواكب حسينيه داخل المنفذ الحدودي من محافظه بابل وايضا مواكب اخرى من محافظه بغداد. كل هذه المواكب قامت يعني بنصب سرادقها داخل المنفذ وتقوم بتقديم الطعام والشراب واماكن الاستراحه ايضا على مدى 24 ساعه. وايضا هنالك مواكب ايرانيه، يعني قبل قليل كنت داخل المنفذ ووجدت مواكب حسينيه من مناطق الشوش ومناطق الاهواز وايضا من طهران وايضا من مشهد قامت بنصب سرادقها داخل المنفذ الحدودي وايضا تقدم الخدمات للزائرين.
المنفذ الحدودي يعمل على مدى 24 ساعة وبكل طاقته، أيضا يعني مستنفر بكافة العناصر من أجل تسهيل عملية الدخول وأيضا تسريع عملية دخول الزائرين الإيرانيين باتجاه محافظة واسط. الآن أترككم زملائي في قناة الأيام وأيضا مشاهدينا الأعزاء وهذه اللقطات المباشرة من داخل منفذ رباط الحدود لعملية دخول الزائرين. رجعنا لكم مرة أخرى بطريق يا حسين في كربلاء المقدسة. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم الأجر. أجرك حبيبي يا عمري. منين متوجهين؟ والله من النجف. من النجف. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم مدينة الإمام الحسين. عليه السلام ورحمة الله وديك يا عمري. شلون شفت الطريق؟ شلون إنه شفت الخدمات بالمواكب الحسينية؟ والله المواكب ما قصروا ويانا يعني، ورحمة الله والديهم وأجرهم على الحسين إن شاء الله. زين يوم إنه جيتوا إنه أكيد مشي. من النجف الى كربلاء. من النجف لكربلاء ماشي ان شاء الله. الله يبارك. ما همكم حار، ما همكم تعب، ما يهمنا، بعد مشينا لابو عبد الله. ابو عبد الله يستاهل. رحم الله والديك يا عمر. شلون شفت الحشود المليونيه الزائرين المتوجهين الى كربلاء؟ والله هواي هواي. شلون شفت الخدمات؟ والله خدمات ماكو منها، حلوه خدمه. رحم الله والديك يا عمري. رحم الله والديك. اكيد احنا اليوم انه يعني متعودين بكل تغطيه نهدي هذه انه الخطوات اللي تمشوها من زائرين الامام الحسين الى الاشخاص اللي المرضى، للجرحى، الى شهداء القوات الامنيه والحشد الشعبي. ما يقصر ابو عبد الله ان شاء الله، ما يقصر ويانا ان شاء الله. المن تهدي خطواتك فايز لابو عبد الله الحسين. سلام الله عليك يا ابو. الله يوديك يا عم. الله يبارك بك يا حبيبي. يا قلبي ربي يحفظك جال الحسين. اذن احبتي مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه، مثل ما تلاحظون وتشاهدون زائرين الامام الحسين وافدين من جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق متوجهين الى المرقد الشريف، الى مرقد سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليه السلام. مثل ما انه عودناكم انه في كل تغطيه اكيد لا ننسى انه القوات الامنيه بكل صنوفها من الدفاع والداخليه والحشد الشعبي بكل صنوفها من القوات الامنيه، كل الشكر والتقدير لهم. واكيد ما ننسى الدوائر الخدميه والدوائر الصحيه وكل القطاعات انه الصحيه والخدميه، لانه بذلوا جهد كبير واكيد راح يكون لهم جزء كبير بنجاح الخطة الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مثل ما أنه تشاهدون زائرين الإمام الحسين متوجهين من جميع بقاع العالم، من إيران ومن السعودية ومن الكويت، كلها متوجهة إلى المرقد الشريف، إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. مستمرين بتغطيتنا هذا، خليكم ويانا. المشاهدي قناة الأيام الفضائية، أهلا وسهلا بكم، عظم الله أجركم أجمعين. الحمد لله على سلامتكم. الله يديك. شلون شفتوا إنه الطريق؟ والله بالنسبة لي مين متوجهين والله من المحافظة؟ والله من العمارة. أهلا وسهلا بكم وبكل أهل العمارة وبكل أهل الجنوب. أبوك أنت الله يحفظك. الله يبارك. الله يحفظك. شلون شفتوا طريق الإمام الحسين؟ والله نعمة من الله، نعمة من الله، خدمات بالنسبة للأمان، نعمة من الله. شلون شفتوا إنه الخدمات المواكب الحسينية؟ والله العظيم نعمة. سلاسة الطريق. إن شاء الله تنعاد كل سنة علينا. زين الحر ما منعكم عن شيء؟ أبد والله، لو أزل من هذا الحر. الله يبارك. اي والله ابد والله. الله يبارك. وليدك الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ الحمد لله على الله يسلمك. ما تعبت من الطريق؟ لا ان شاء الله ما تعبت. لا حار لا تعب. كل شيء ما يهمنا. اكيد. اكيد. احنا اليوم نشوف انه يعني نشوف اصرار الزائرين من اطفال وشبان وشباب ورجال وكبار السن، كلها متوجهه الى المرقد الشريف وما همهم تعب. اكيد احنا هذا نعتبره انه جهاد لحب الحسين، هو هذا طريق الامام الحسين، هو بحد ذاته جهاد لامام الحسين. طيب اليوم انه لمن تهدون هاي خطواتكم؟ احنا بالنسبه لي قاعد نواسي الامام الحسين. سلام الله عليك يا ابا. الله يحفظك. الله يحفظك. واحنا هذا كله مقصرين. بالنسبه مقصرين. شنو اللي نقدمه قليل بحق الامام الحسين؟ شنو اللي نقدمه قليل؟ شنو نقدمه؟ كل ما نملك هو قليل. شلون شفتوا الطريق من العماره الى كربلاء؟ والله شفناه يعني احنا بالنسبه للطريق جنه هذا، يعني قد ما نمشي نريد بعد. خدمات نعم من الله. انتشار انه القوات الامنيه، الجهد الامني. بالنسبه للامان يعني الخدمات نعم من الله، المشي يعني كان ما اقدر اوصف لك يعني، طريق جنه يعني، طريق جنه. تشوفون انه هذه السنه ممكن انه الاعداد حاشده اكثر من السنين الماضيه؟ طبعا هي سنه عن سنه تزود. سنه عن زود، الامام الحسين. الامام الحسين ضحى كل ما عنده. اذا احنا مقصرين، احنا مقصرين، شلون ما نمشي له؟ نمشي له سحوف. مو بحقنا، مو بحقنا. نرجع انه ايش قد عمرك؟ انا عمري 14 سنه. 14 سنه، شنو اللي خلاك تجي مشي الكربلاء؟ نحب الامام الحسين. سلام الله عليك يا عبد الله.
اليوم انه شلون انه شفت انه الطريق انه بالمجيء من العماره الى كربلاء شلون شفت الزائرين؟ والله شنو اللهفه اللي انه صارت انه بقلوبكم حتى توجهتوا الى طريق الحسين؟ هذا كله الامام الحسين فداء الامام الحسين، حب الامام الحسين، نمشي من نواسه من نيابه كان الامام الحسين هذا. ما همكم حار لا تعب؟ لا ماكو لا تعب لا حر لا هاي، طريق الامام الحسين بعد هاي شوي زوان. الله يوفقكم، الله يوفقكم يا حبيبي، بارك الله بكم، الله يوفقكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. سلام الله عليك يا ابو، ان شاء الله ابو عبد الله انه ما يخيب ظنكم، ان شاء الله قدامكم تلقوها كل اعمالكم للامام الحسين، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. كما تشاهدون زائرين الامام الحسين مستمرين في طريق لبيك يا حسين باتجاه المرقد الشريف إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبا فضل العباس عليه السلام. مثل ما نلاحظ يوم بعد يوم الحشود تتكاثر إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. خليكم ويانا مشاهدي الكرام، وتغطيتنا المباشرة لفضائية الأيام، ومثل ما تحدثنا قبل قليل كاميرا الأيام متواصلة ومنتشرة شاشتنا وكاميراتنا على الطرق يا حسين المؤدي إلى كربلاء المقدسة من عموم محافظات البلاد، لا سيما التي تكون فيها مسيرة حسينية مركزية راجلة باتجاه كعبة الأحرار، منفذ زرباطية، منفذ الشلامشة، مدينة السماوة، من الدجيل، كذلك من بغداد وكربلاء، فضلا عن محافظة نجف الأشرف. ونحن نقف على طريق يا حسين باتجاه كربلاء المقدسة، والشاهدون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشاهدون خلفي المسيرة الراجلة والزخم الكبير الكثير المتلاطم الأمواج، بحر زاخر لهذه المدينة من خلال الزائرين الوافدين إلى كربلاء المقدسة. سلام عليكم. ساك ساعة واقف على الشارع وتلقط بالزوار. اي والله تعال سولف لي ساعة ليش توقفون وتاخذون الزوار للمدينة؟ والله نجي من الخمسة للعصر لليل الثمانية للتسعة، والله قوة نحصل ما جاي نحصلهم، معارك عليهم. اي والله اصحاب المواكب كل من يعني مثل الغنائم تحصل. اي والله غنائم، احنا بالبيوت جاي ناخذهم، ببيوتنا هناك احسن يسبحون يرتاحون لكم زين ياكلون. يعني تجون المغربية تاخذهم للبيت، تاخذهم للبيوت، مهيئون البيوت فارغة لهم، فارغة البيوت والحمامات والعشاء اللي يعجبهم. والله بس ما جاي نحصل، والله معارك جاي نتعارك عليهم. اي والله كل التوفيق، اخليك تلقى الزوار. اي والله هنيئاً هنيئاً لك، بالعافية موفقين. فالشاهدون ما شاء الله المواكب الحسينية واصحاب البيوت. السلام عليكم، تعايمي جاي ويا بابا. هلا حبيبتي، تعي ناوكي ناوكي ناوكي، جاي تاخذي زوار للبيت؟ لا لا جينا نشوفهم، وهم عمتي جت تاخذ الزوار. تاخذ الزوار للبيوتكم؟ اي هيئوا لهم اكيد ومبيت وتخدموهم. اي كل خير. وانت ما جيت تاخذ الزوار؟ لا لا هاي الصورة الحلوة حاطها على صدرك، شفت هاي تقدر تطلع عليها الصورة الحلوة؟ ايه. هاي من الشهداء؟ ايه. من هم؟ ابن زيد السنوان وصديقه. ومن هو صديقه؟ ابو مهدي المهندي، زوج الشهداء، حبيب عاشت ايدك، موفقين. مشاهدي الكرام، دول شبابنا، دول ابطالنا، دول اللي ياخذون الزوار، جايين ويا اهلهم يتعلمون طريقه الخدمه. يقول الايراني والعراقي اخوان اثنيناتهم. واحنا ان شاء الله مشاهدين كرام من خلال شاشتنا فضائيه الايام نقدم لكم هذه الصورة المشرقة للزائر، وكذلك اللي هو يقدم الدعم اللوجستي، صاحب الموكب، صاحب الحسينية، صاحب البيت، الخادم الحسيني، ما يقدمه من خدمة في هذه الأجواء وفي هذه الساعات. ما شاء الله ساعات حلوة مرتبة، ومع ذلك الشهدون إنسان على الشارع، أكو مواكب خاصة لتقديم الخدمات، سرادق الخدمة موجودة، يعني هاي أكو خدمة سريعة، كأنما أكو تقديم الطعام، الماء البارد، مع نقلولي بعض الأخوان، هاي رسالة أيضا نوصلها عبر شاشتنا، يناجدون الجهات المعنية، الجهات المسؤولة بتوفير الثلج. يقول إحنا ما قاعد نحصل، أول نقطة الشوارع مقطعة فصعوبة نروح للمعامل نجيب ثلج، النقطة الثانية زخم كثير، لأن تدري ارتفاع درجات الحرارة ما يولد ضغط كثير على المعامل، وأيضا حتى قوالب الثلج تطلع ما تطلع بذيش القوالب اللي نقول فحتى ما تظهر مو تكون بذيك الجودة. فلهذا يطالبون يعني الحكومة المحلية بتوفير
اماكن او طرق خاصه يسلكها اصحاب المواكب حتى يهيئون استعداداتهم الخاصه بتقديم الخدمات، لا سيما الماء البارد. وتعرفون الاجواء حاره، تحتاج الزائر الى ماء بارد، الى اماكن مكيفه. ما يقصرون الزوار، الحمد لله هاي مثل ما تشاهدون سرادق الخدمه موجوده، هاي الساحات المضيئه وهاي ساحات مكيفه، مفردات موجوده هنا مفروشه ومظلله ومهيئ بها كافه سبل الراحه. وايضا اصحاب البيوت القريبه على الشوارع فمجهزين امرهم، مجهزين بيوت فارغه ويجون ابو البيت او ام البيت، تلقاه هو وزوجته واخته وبته، تلقى الرجل يجلب بالرجال والامراه بالنساء ويتوسلون بهم حتى يضيفوهم ويحصلون مكانهم، يعني الضيافه الحلوه والمكان النظيف، ويغسلون يغسلوا ملابسهم، يهيئ لهم لقمه من زعب هاي من خيرات الله سبحانه وتعالى، ومن بعدها حتى صباحا يحثون المسير او منتصف الليل. فسلام عليكم، عظم الله اجوركم، موفقين للجميع ان شاء الله. رحم الله والديك. سرعه في التواصل والله، هذا عشق حسيني بعد وانت تدري. الله يخليك، رحم الله والديك. من اين القدوم؟ يعني من النجف. من النجف؟ هاي الايام، هاي ادري اهل النجف يطلعون اخر اربع ايام خمس ايام. يعني اطلع هذه الفتره دائما حتى الباقي بالموكب. ما شاء الله، هم اصحاب الموكب ايش قاعد يسوون؟ يحصلون خدمه من الصوبين، يمشي وين المشايخ ويرجع يخدم المشايخ. هو احنا كل سنه هذه عادتنا، يعني انه نمشي بالبدايه وبعدين نخدم ان شاء الله بالموكب. موكبكم وين موجود؟ عمودي 377. يعني قبل، يعني استطيع اقول بعد الشفل، قبل خان النص. اي منطقة أيضا بها خوش خدمة، لأن أكو منطقة تحتاج إلى تقديم الخدمات، لأن قطعة الصحراء شوية. أكيد أكيد، هي بعدها هماتين، يعني الزائر يحتاج مواكب أيضا أكثر يعني من هذا العدد، بس إحنا إن شاء الله يعني في خدمة الحسين دائما يعني. موفقين، مأجورين. ماخذ ياك وليدك، تعال تعال يمي. زيودي وين رايح؟ للحسين. للحسين، رايح ويا بابا. شلون المسير؟ حلو المسير يا ولا؟ حلو. شو تحس بنفسك وأنت وتمشي إلى الحسين؟ احس ام فوان كبرياء تعشق محبوبك الحسين، وبابا يعلمك على كثير من الامور العقائديه، يمن يصلي الصلاه بوقتها، يمن يقول لك وليدي هذا طريق الحسين، طريق التضحيه، طريق الفداء، مو نتعلم من عنده. موفق ان شاء الله، موفقين موفقين. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين ياكم بتغطيتنا ونقدمها لكم من طريق حسين، طريق العشق الالهي، طريق المسيرة إلى كربلاء المقدسة. وهذا عن طريق ما شاء الله مثل ما تشاهدون خلفي، الحمد لله والشكر، هاي من تم هنا عندي مجموعة من الصغار الزينبيات والذول اللي يقدمون الخدمة بالمواكب، وما شاء الله يتمنون يوقفون قدام الكاميرا. حقيقة احنا نشجعهم ونغبطهم على هذه الخدمة، خدمة ما أحلاها. ويا ريت الكل اليوم الأب يجيب ابنه والأم تجيب بنتها، أول نقطة يتعلمها الخدمة وطبيعة الخدمة وطريقة الخدمة الحسينية. النقطة الأخرى عندما يؤذن الأذان تعلمه يوقف يمه بالسردق بالخيمة ويصلي وياه، ويعلم الحسين عندما استشهد لأجلي. سلام عليكم، تعال هنا يمي، يجيب الحج يمي، هنا جيب الحج يمي. ارجع 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 هنا ارجع ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع لورا، احسن. سلام عليكم حجية. سلام ورحمة الله، اجورنا واجوركم. والله هي على ابا عبد الله الحسين بعد قلبه، إيه اللهم صل على محمد وال. لا ان شاء الله راحه كل سنه تروحين ان شاء الله. من الله يخلي عيالي كلهم، اي كلهم كلهم. الله يخلي ابن ابن، هلا تعال ابن ابن، انا سالي سعر تصيدك ابن ابن. وليدي تعال تعال هنا، رايح ويا بيبي؟ اي وين رايح؟ مشاي امشي. عظم الله اجركم ومصاب الحسين، ان شاء الله قبول لكم ولكل الامه الاسلاميه زياره الاربعينيه الحسين سلام الله عليه. واحنا كلتنا رايحين مشي لابا عبد الله شفاعه باهل البيت، معفرين البيت وطالعين، كلتنا ما مخلين شيء، رايحين قبل متوجهين لابا عبد الله الحسين يرحم الشعب العراقي والأمة الإسلامية وهالبلد هذا المجروح بحق محمد وآل محمد. كل التوفيق لك إن شاء الله. تعال يمي، تعال أنت اللي تدفع عربانة بيبي. سولفني. والله هاي مشينا مصاب الحسين عليه السلام، وكل سنة إن شاء الله وعم على العراق على الخير وعلى
على الامه الاسلاميه وان شاء الله. في بيتك؟ في بيتي. وانت متولي بدفع العربيه؟ ايه. تحصل اجرين، اجر المسير واجر طاعه ببيتك. اي والله. موفق ان شاء الله. بالعافيه الله يخليك. موفقين الله موفقين، توصلون بالسلامه، توصلون بالسلامه ان شاء الله. مشاهدي الكرام يشاهدون العوائل بالتوفيق ان شاء الله. التماس دعاء، التماس دعاء. التوفيق ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، موفقين. مشاهدي الكرام الجميع اليوم الايراني العربي العراقي الكل، هذه هي الوحده الحسينيه وهذه الرايه الحسينيه والعقيده الحسينيه، العقيده المحمديه. السير نحو الحسين عليه السلام هو مسير الى الجنه. السلام عليكم. شلون الصحه؟ الحمد لله بخير. وين رايح؟ والله كربلاء. بدك رايح كربلاء؟ اجر الامام الحسين والعباس وهاي اجر مال زياره. وانا كل سنه امشي. ما شاء الله. والله. كل التوفيق ان شاء الله. تسلم حبيبي على راسي. يعني حقيقه شبابنا عندما يسيرون الى الحسين عليه السلام يفلجون قلوبنا. لان انتم امل العراق وتسيرون على طريق الحسين. تمام. وتصير عندنا عقيده ثابته ان شاء الله. تمام. كل التوفيق ان شاء الله. موفقين موفقين. مشاهدينا الكرام بعد ان قدمنا هذه الصوره المضيئه من طريق يا حسين، ننتقل الان الى زرباطيه حيث زميلي محمد ينقلون الصوره من منفذ الحدود. أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أوافيكم الآن من داخل منفذ زرباطي الحدودي، وهو واحد من أهم المنافذ الحدودية في العراق، حيث أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ. هنالك نقلة نوعية بالجانب اللوجستي فيما يخص المنفذ الحدودي لهذا العام. هنالك يعني تعبيد للطرق، لاحظنا تعبيد للطرق، وأيضا الإنارة كذلك موجودة، والمسقفات التي خفضت درجة الحرارة من 45 يعني تحت الشمس تحت المظلة يعني 28% درجة الحرارة. أيضا يعني بالنسبة لعملية دخول الزائرين تسير بانسيابية عالية. المنفذ الحدودي يعمل على مدى 24 ساعة لتسهيل عملية دخول الزائرين الإيرانيين. من المتوقع خلال الأيام الماضية أكثر من 3 ملايين زائر إيراني سيتم دخولهم عبر هذا المنفذ. والحديث أكثر عن هذا الموضوع وأيضا الأعداد ولغة الأرقام ينضم إلي الأستاذ النقلة النوعية اللوجستية التي يعني في المنفذ. السلام عليكم سيادة العميد، حياك الله. تحدثنا عن منفذ زرباطي الحدودي، الاختلاف بالجانب اللوجستي عن الأعوام الماضية عن هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. منفذ زرباطي الحدودي بحلته الجديدة هذه السنة يختلف عن الأعوام السابقة، من بناء مسقفات داخل صالة الجوازات، وكذلك مسقفات مع مرشات الماء والمراحل الرذاذة من بداية الباب الإيراني إلى الباب العراقي، كذلك قاعات الاجتماعات والمواكب الحسينة المنتشرة والطبابة المنتشرة على طول داخل منفذ زرباطي، طول الطريق من الباب الإيراني إلى الباب العراقي، وكذلك الكثير من الأمور الخدمية الأخرى. أن تعرفون نمر بأجواء حارة هذه السنة زيارة أربعينية، وفرنا كافة الخدمات الموجودة اللي تقل من حرارة الجو على حرارة الجو على عاب الزوار الإيراني. نعم، هذا فيما يخص الجانب اللوجستي. فيما يخص الجانب الخدمي، يعني لاحظنا هذا العام وجود مواكب حسينية داخل المنفذ الحدودي. هذه المواكب أكيد دخلت بموافقة من جنابكم ومن هيئة المنافذ الحدودية، وهنالك تنسيق في هذا الشأن. تحدثنا عن هذا الموضوع سيادة العميد. المواكب الحسينية منتشرة داخل منفذ زرباطية وخارج منفذ زرباطية، وبصراحة مدينة بدرة عبارة هي وبيوتها عبارة كلها عن موكب واسع. لاحظنا بكل يعني كل المحافظات العراقية، لاحظنا لحمة وطنية، لحمة اجتماعية، لحمة دينية ولحمة مذهبية. جميع البيوت العراقية اليوم نلاحظها عبارة عن مواكب حسينية. أكيد مدينة بدرة بها أكثر من 60 موكب حاليا داخل المنفذ، عدة مواكب تقدم الخدمات وخاصة المياه والسوائل لتقليل من حرارة الجو وضربات الشمس. نعم، فيما يخص عملية دخول الزائرين، لو تحدثنا بلغة الأرقام، يعني ما هي الأعداد التي دخلت خلال الأسبوع الماضي، ما هو العدد الذي دخل خلال 24 ساعة الماضية، وما هو المتوقع خلال الأيام القادمة؟ هذه السنة الزائر الإيراني، دخول الزوار الإيراني تجري بانسيابية عالية جدا وسريعة. بالأعوام السابقة يستغرق قد يكون أكثر من ساعتين، العام الماضي قلت أقل من ساعة، حاليا أقل من ثلث ساعة يستغرق من باب الإيراني إلى ختم الجواز إلى خروجه خارج المنفذ. نعم،
فيما يخص يعني المنافذ الدخول او اعداد المنافذ، يعني ما هو عدد المنافذ؟ هل ضاعفتوا الجهد يعني من العناصر الامنيين والمدنيين من اجل تسهيل عمليه ختم الجواز، عمليه دخول الزائرين الايرانيين؟ كما يعلم الجميع ان الفيزا مرفوعه بين البلدين، كيف تتم عمليه يعني دخول الزائر يعني من ختم الدخول وختم المغادره؟ الحمد لله وشكر، عندنا حاسبات تستوعب اكثر من هذه الاعداد اللي دخلت. احنا يوم امس اكثر من 174 الف زائر ايراني دخل، جرت الدخول العمليه بانسيابيه وسرعه عاليه وكانما مثل الايام الاعتياديه بمنفذ رباطي الحدودي. مستعدين لضعف هذا العدد اللي دخل يوم امس. نعم، فيما يخص الحركه التجاريه يعني بجانب ساحه التبادل التجاري بين العراق والجمهوريه الاسلاميه، هنالك حركه تبادل يعني تصدير واستيراد، هل يعني دخول الزائرين في منفذ رباط الحدودي اثر على هذه الحركه؟ احنا عمليه التبادل التجاري وقفناها صار حوالي اسبوع، لكن عندنا دخول المواكب الحسينيه، الدخول الايرانيه، المواكب الحسينيه تدخل يوميا، امس دخل 700 موكب حسيني، هذا الرقم ما يعني يحتاج الى معامله ووقت وجهد. الحمد لله وشكر احنا نشتغل يعني على قسمين، قسم تسهيل عمليه دخول المواكب الحسينيه وتسهيل عمليه دخول الزوال الايرانيين. حاليا دخل عندنا اكثر من 3500 موكب خلال هذه الفتره. الأستاذ عاطف ناجي مدير منفذ رباط الحدود، شكرا جزيلا كنت معنا. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم بهذه التغطية المباشرة من داخل منفذ رباط الحدودي، ومئات الآلاف من الزائرين الإيرانيين يفودون إلى البلاد عبر هذا المنفذ الحدودي ومن ثم إلى محافظة واسط وبعد ذلك إلى محافظة كربلاء المقدسة لمواساة أبي الأحرار بمناسبة الذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أترككم الآن وهذه اللقطات المباشرة من داخل منفذ زرباطي الحدودي وهو واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد. سراركم بأنوار الهداية عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية، جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار، بقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور، عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور، سراركم إلى أرض السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة، فهم من نهدوا درب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة، مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور، سراركم يجد في المساء
المسيرة ولاهيون أصحاب البصيرة مع السجاد ساروا والأميرة فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فداهيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور أنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار بقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من نهدوا درب العبادة وخطوا بالدماء نفد القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور مرحبا بكم من جديد ونحن وإياكم من منفذ الشلامشة الحدودي حيث آلاف الزوار يتوافدون على هذا المنفذ الحيوي وهنالك خدمات منقطعة النظير يقدمها أبناء محافظة البصرة للقادمين والوافدين إلى هذه المناطق وإلى هذه المنافذ أيضاً الحشد الشعبي له التواجد الأول في هذا المكان عبر مواكبه المنتشرة موكب أئمة البقيع التابع للواء السابع من الحشد الشعبي وهو موكب فارس الفتوى وأيضاً معي خدام هذا الموكب والقائمين على الخدمات في هذا الموكب والمواكب الأخرى الموجودة في هذا المنفذ الذي يتوافد عليه الآلاف ويتقاطرون عليه تتقاطر عليه الحشود عظم الله لكم الأجر أجرنا وأجركم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد احنا هذا موكب الحشد موكب أئمة البقيع مستمر هاي 10 أيام على التوالي ليلا مع نهارا مستمر من أكل وشرب ومنام وجاي تجينا أشكال الجنسيات من الزوار الإيرانية من الزوار الباكستانية من الزوار الأفغانية من الزوار حتى بعضهم من الزوار هنود يجون من الهند يجون كم يوم صار لكم في هذا المكان؟ 10 أيام صار لنا 10 أيام مستمر ليلا مع نهار شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ والله الخدمات أشكال يمكن أنت كنت موجود قبل شوية وشفت جاي تتوزع الفواكه واللبن والعصائر والماء وخدمات نعم عندنا سيارات عندنا نقل مجاني ننقل
ساحة السعد إلى تنومة، سيارات تابعة للواء. المشاهد والسيارات هل هي باستطاعتها أن تستوعب هذه الأعداد لحق يعني؟ لا احنا جايين نساعدها، ما جايت لان ما شاء الله التدفق مستمر كلش، الحشود كلش حشود يعني ما شاء الله. هنالك مبيت لبعض الزوار اللي يرغبون. نعم نعم، اللي يرغب بالمبيت ناخذه، عندنا بيوت وعندنا حسينيات وعندنا منطقتنا هناك ناخذهم من بيتهم. الشيخ نور السعيدي حياك الله. اهلا وسهلا. ايضا نلتقي مع الاسم الكريم الشيخ حسن الشغانبي. حياك الله، عظم الله لك الاجر ان شاء الله. ولكم الاجر كلامي عن ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم العاشر على التوالي ونحن في منفذ شلامشة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية، حيث تدفق الزائرين من جميع الجنسيات من دول شتى، ونحن بخدمة الزائرين بتوفير كافة الخدمات وكافة المأكل والمشرب، ومخيمنا موجود في هذا المنفذ، إضافة إلى سيارات نقل الزائرين إلى جراج الساحة ثم التوجه إلى كربلاء المقدسة، ونحن متواجدين إن شاء الله حتى رجوع الزائرين من كربلاء المقدسة ورجوعهم إلى دولهم إن شاء الله. آخر زائر إن شاء الله متواجدين إن شاء الله إن شاء الله، ونحن بخدمة الزائرين في هذا الموكب، موكب أئمة البقيع اللواء السابع الحشد الشعبي بأمرة السيد داغر المسوي فارس الفتوى رضوان الله تعالى عليه. هذا الموكب صار أكثر من 18 سنة. نعم، من 2003 تأسس بداية من 18 محرم، كنا على طريق الفاو نستقبل الزائرين القادمين من راس البيشة، أيضا 10 أيام بعدين تحولنا إلى منفذ الشلامشة الحدودي مع الجمهورية الإسلامية، وباقين إن شاء الله على خدمة أبو السجاد وخدمة الزوار أبو السجاد، ونحن نواسي رسول الله ونواسي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وزينب سلام الله عليها بهذه المصيبة بأربعينية الإمام الحسين، ونحن نقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ونقول شلون الزائر يتعب والخدام هلاك، 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 شلون الزائر يتعب. مأجورين مأجورين، أجركم الله، حياك الله، مأجورين إن شاء الله. نبقى وإياكم مستمرين، وهذا البث المباشر من منفذ الشلامشة الحدودي، وهناك أيضا بعض الملاحظات في هذا المنفذ. هناك تنظيم كبير عالي جدا يشارك فيه أبناء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وأيضا المنافذ الحدودية، شرطة البصرة، قيادة عمليات البصرة. هذا التنظيم أدى إلى انسيابية كبيرة وعالية جدا في تدفق الزوار من المنفذ إلى الخارج إلى الجراج الموجود الكبير والعملاق الذي ينقل الزوار إلى النجف الأشرف. ابقوا معنا تابعونا، ونحن وإياكم من البصرة من الشلامشة، لبيك يا حسين. دب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة، مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه عودة وإياكم من جديد، ونحن الآن من منطقة الشلامشة الحدودية، ومعنا أيضا الزائرين الكرام من جمهورية إيران الإسلامية، وهم يتوافدون بكل شوق للذهاب إلى معشوقهم الإمام الحسين عليه السلام نحو كربلاء مشيا على الأقدام. خيلي خوش مديد، موفق باش ان شاء الله. شو ماسكو جاي ومديد؟ از خوزستان. از خوزستان. بیا 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 عراقی عراقی انت. بیا بیا. شما از خوزستان؟ بله. چند روز اومدی اینجا؟ چند روز میمونید؟
دار يك هفته يك هفته هم انجا منتظري نعم انجا خو اومدي اشكو اخو استاذ اشكو دوم اوميديه من اوميديه از اوميديه اومدي اجراءات عالی کشور عراق عالی بود همه چیش همه چی خوب بود آسون زیرای خوب بود آسون بود آسون بود همه چی آسون بود همه چی اوکی بود اهلا و سهلا خیلی خیلی ممنون مجبورین زنده باشی انشاءالله اولین بار اومدی عراق بار دوم بار دوم هر سال هم میاین مره ثانیه جای تجی العراق شما فقط تنهایی وحدت جای لا با خانواده با خانواده مع العائله جای با شما رفيقت بله. انت ويا مو ويا تعال تعال السلام عليكم عليكم السلام شلونك تخيلي خوش مدينه تخيلي خوش مدينه حياك الله منين جيتك انا من البصره من البصره شو تسوي هنا بعد روحي والله احنا نتلقى الزوار اي قول سولف بخدمتهم احنا كم يوم صار لك هناك تلقى الزوار انا صار لي تقريبا 6 ايام 6 ايام تتلقى الزوار كل الهلا بيهم كل خطوه الف هلا ونشرف بيهم زوار اللي يعني يوميه تاخذ زوار ان شاء الله ان شاء الله اليوم عندك زوار لو ما والله هلا انتظر هذا يمشون وياي نشرف بيهم خدمتهم بالتوفيق ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله انتم حضرتكم والله احنا عندنا موكب هنا نوزع العصير سولف لي عن الموكب مالكم والخدمات اللي تقدمونها والله الماي والعصير واللفات واي شيء خدمه الزائر احنا نقدمها لهم 24 ساعه زين اهلا وسهلا بكم حياكم وموفقين ان شاء الله حجينا العزيز تعال نعم منين جايتك جيتي من عباده تعال يمي تعال تعال يمي يمك يا يمك وخر من منطقه عباده تنقى تعال يمي تعال يمي اختر اختر هاي كاميرا هاي قبالك تنقى اثنين من تنقى اثنين عباده سولي عوف هاي عوف سولف لي اهلا وسهلا بك والله الله يطول عمرك الله يحفظك انت منين جاي؟ يا جاي من منطقه عبادان بهنشير تنقدو من بهنشير اي نعم من تنقدو انت جاي مشي لو بسياره لا بسياره جيت هنا وان شاء الله منا رحنا مشي كم مره جاي تروح لل هاي الشاكه هاي شلونها الخدمات عمي خدمات زايده ونحمد الله ونشكره والله يوفقك العراق واهل العراق بهاي الوقفه اللي احنا في خدمه الحسين ان شاء الله احنا كنا خدام الحسين ومبنون وش تقول للزائر اللي متجه الى كربلاء؟ اقول اهلا وسهلا بك هم عني وهم عن اهل العراق. عن العراق. اي اهل العراق واجهين بخدمه الناس كلها ومشتاقين. ان شاء الله. اي ما قلت عن تقبل اعمالكم الله يعطيكم العافيه. انا اسمي حسن ابراهيم نصاري من اهل تنقه. حياك الله. يا اهلا وسهلا وكل اهل التنقه وكل اهل عبادان. الله يخليك. حياكم الله اهلا وسهلا حضرتك. الله يخليك انا من ايران من ايران على عيني وعلى راسي جاي لزياره الامام الحسين سيد الشهداء ان شاء الله من يا مدينه حضرتك مدينه عبادان من عبادان اهلا وسهلا بك الله يحييك تاج على راسنا والله الله يعافيك سولف لي شلون هالمواكب والله تقصير لا والله ان شاء الله قصور ماكو شنو تحتاجون هنا والله هذا المسيره مسيره الحسينيه ماكو الزائر ما يحتاج اي شيء هاي السنه بس نحتاج افضل من بقيه السنوات ما شاء الله سنه عن سنه يوم عن يوم مو بنفس السنه يوم عن يوم تنظيم اكثر وجهود اكثر ما تاخرتوا بالحدود لا والله الحدود هم ما تاخرنا وطبينا بكل استقبال اي نعم والاماكن كلها جيده وكل سهوله والحمد لله وشكرا اي والله هم صفحه ايران وهم صفحه العراق كلش الامور جيده وزينه بالتوفيق ان شاء الله الله يعزك تقبل اعمالكم الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله سولف لي تبنين انا من العراق من العراق شنو عندك موكب شنو عندك عندنا موكب هذا زين سولف لي عن الخدمات لا نعم الحمد لله كل يوم عن يوم تكثر الحمد لله يوم على يوم تكثر كم سنه صار لك هنا انا سنتين صار لي صار لك سنتين الحمد لله شو هالاجواء؟ لا الحمد لله نعمل تستمر؟ نعم ان شاء الله تستمر ان شاء الله اكثر ان شاء الله مستمرين أكثر. تحياتي لكم تحياتي لكم مشاهدينا الاكارم وعظم الله لكم الاجر وهذه هي الاجواء الروحانيه اجواء العشق في منفذ الشلامشه الحدودي ابقوا معنا